بسم الله. الجزء الخاص بالسوفت وير اللي قلنا هيبقى فيه جزء الفيرشواليزيشن اللي هو اس التسطيب الاوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز انستليشن والهارد ديسك فورمات والدرايفرز والبروجرامز والسي ان في والبيت لوكرز والابلكيشنز اللي هي الابلكيشن والديسكتوب ابلكيشن زي الاي ار بي سيستم الناس اللي شغاله حسابات او حساب والباك اب. هنتكلم عن الريبيتابل سي دي اللي هي الصمات زي الهيرنج الريسبونس اللي هي ايه بنقدر نقول منها دي اوبريتنج سيستم مثلا لوحدها او نشتغل عن طريق دوس ونلف على الويندوز والكلام ده كله. الهيرنج دي او الصمات الهيرنج دي جزء من ضمن الاستعمال. معظم الناس يقول لك انا هشتغل بالهيرنج لكن يقعد يدور بقى تلاقي مثلا انت نفسك محتاج حته كده صغيره مش موجوده في الهيرنج مثلا او موجوده بطريقه معقوله شويه فانا هجيب اجيب استعمالها واسهلها شويه. هم كلهم نفس الفكره في الاول وفي الاخر. طيب الفيرتشواليزيشن ده اللي هو نظام اللي هو نظام وهمي عن طريقه بقدر اسطب اكتر من اوبريتنج سيستم. تمام. من ضمن الشركات او اشهر الشركات اللي هي بتسبورت الفيرتشواليزيشن زي شركه الفيم وير مايكروسوفت عندها برنامج خاص بيها اللي هو الهايبر بي. زي ما قلت لك الفكره الخاصه بيه اللي هو عندنا هنا الهارد فيزيكال هاردوير اللي هو الكيسه او الجهاز اللي احنا شغال عليه او السيرفر حاجه فيزيكال. تمام. بيبقى عليها اوبريتنج سيستم ايا كان بقى الاوبريتنج سيستم ده ايه ويندوز لينكس ابل. بعد كده برنامج خاص بالفي ام الفيرتشوال بوكس زي ما انت شفت ده برنامج الفي ام وير الهايبر بي كل دي برامج ايه خاصه بالفي ام وير بالفيرتشواليزيشن. بعد كده بقى دي فائدتها ايه؟ ان انا اقدر اسطب اكتر من اوبريتنج سيستم او اكتر من ماشين على جهاز واحد يبقى عندي اكتر من جهاز شغالين على جهاز واحد. ده طبعا بيوفر لي ايه الريسورس بتاعتي بدل ما اجيب كذا جهاز والجهاز الواحد تكلفته قد كده لا انا بجيب جهاز واحد امكانياته عاليه شويه وبستهلك منه او الريسورسز اللي هي المطلوبه عشان تقوم اللي بيستخدمها برنامج الفيرتشواليزيشن الرامات والهارد ديسك وقلنا ايه الماركتنج حاجه ثالثه البروسيسور. تمام كده دول اهم ثلاث حاجات محتاجينهم عشان نقوم ايه البرامج اللي هي الخاصه بالفيرتشواليزيشن. تمام. قلنا الاو اس او اللي هو الاوبريتنج سيستم ويندوز دي من ضمن الاوبريتنج سيستم. تمام كده. عندنا لينكس عندنا الاندرويد اللي هو على الموبايل ده اوبريتنج سيستم ده خاص بالتليفون الاي او اس اللي هو الخاص بابل. تمام. طيب بالنسبه للويندوز احنا قلنا عموما يعني في ريكويرمنت اللي هي المتطلبات في النسخه نفسها اللي انا هسطبها سواء بقى ويندوز او لينكس كل اوبريتنج سيستم دي متطلبات عشان ايه اقدر استبع الجهاز بتاعي. تمام. طيب في الاديشنز بتاعته اللي هي عندنا طبعا سمعنا عن ويندوز 7 في التيميت وفي بروفيشنال وفي انتربرايز دي بتبقى ايه وفي اللي هي هوم اديشن دي بتبقى طبعا في اختلاف ما بين كل واحده فيهم. طب ايه الفرق بيبقى فيها فرق مثلا في حاجات ايه حاجات بسيطه بالنسبه لايه لبعض الناس بتبقى مهمه جدا في شغلهم هي في النتورك. يعني مثلا احنا بروفيشنال والتيميت وانتربرايز دي اللي احنا في الغالب بنستخدمها. تمام. طيب خلينا الاول ايه نخش على ريكويرمنتس ويندوز 7 لو قلنا ايه اقل حاجه بالنسبه للبروسيسور 1 جيجا هرتز دي اقل حاجه. تمام. سواء بقى ال 32 بت او ال 64 بت. عندنا قلنا بالنسبه للهارد ديسك 16 جيجا بالنسبه لل 32 بت و 20 جيجا بالنسبه لل 64. احنا بنعمل ريفيجن سريع عشان الناس تفهم معانا كده بعد كده هنخش ان شاء الله القصه النهارده. طيب وبالنسبه للجرافيك اللي هو هيكون بتسبورت دايركت اكس 9 ده اقل حاجه. تمام. في الاكس بي ما بنطلبش طبعا الكلام اللي هو الدايركت اكس حتى انت الناس مثلا اللي عندها جهاز عايز مثلا شغل بيس ممكن من 2013 او 2010 ما تشتغلش على ويندوز 7 وتشتغل على اكس بي. طب ليه؟ لان ويندوز 7 اصلا لوحدها بتاخد من جرافيك بطريقه عاليه عكس الاكس بي. ويندوز 8 نفس الريكويرمنتس تقريبا دي اللي هي المينيمم ريكويرمنتس اللي هي اقل حاجه. كل ما تزود طبعا كل ما تبقى ايه الموضوع معاك احسن بكتير. ويندوز 10 نفس الكلام الموضوع مع كل ما ترفع زي ما قلنا ايه في الريسورسز كل ما يبقى افضل تزود عدد الرام. طيب كنا احنا اتكلمنا في ال 32 بت وال 64 بت الفرق ما بينهم اللي هو المتداول يعني او المعروف في الرامات ال 32 بت الماكسيموم بتاعها 3 جيجا رام اما ال 64 بت من 4 جيجا رام متطلب. هل معناه ان انا لو عندي 2 جيجا رام في الجهاز ما ينفعش احط 64 بت؟ لا ينفع. لو انت خدت بالك هنا كده المينيمم بتاعت الرامه هنا مطلوبه ايه؟ 2 جيجا ايه؟
رام تمام كده. بالنسبة للاديشنز هنتكلم مثلا عن ويندوز 7. اهم حاجة عندنا احنا مثلا على الحاجة اللي هي المطلوبة الخاصة بالنتورك، هتلاقي ايه؟ الجزء الخاص بالدومين جوين اند جروب بوليسي كنترولز. طب دي موجودة فين؟ ولا مش موجودة في الستارتر ولا الهوم بريميوم؟ موجودة عندي من اول بروفيشنال والانتربرايز والافضل. دول ايه وظيفتهم؟ هنعرفهم بالتفصيل الممل ان شاء الله في الايه، في الجزء في التراك التالت تمام كده. طيب اتكلمنا عن الهارد ديسك فورمات فات 16 و32 و64 وان تي اف اس. حد يقول لنا سريعا كده الفرق ما بينهم ايه؟ طيب احنا قلنا بالنسبه للمساحه بتاعتها الخاصه بالبارتيشن نفسه في 16 30 جيجا، في 32 تبقى 32 جيجا، في الان تي اف اس لحد 2 تيرا بايت تمام. اتكلمنا عن السيستم ريزيرفد، واحنا مسطب الاوبريتنج سيستم في فايل كده او في بارتيشن بيبقى حوالي 8 ميجا في الاكس بي، وتلاقيه في 7 100 ميجا، في الاي 350 ميجا، وفي ويندوز 10 كام 500 ميجا تمام كده. طب ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته بالنسبه للكلاسترز اللي احنا كنا اتكلمنا عنها دلوقتي. البارتيشن عموما زي كده اكنك عندك مثلا ايه كذا مكان في الغرفه اللي احنا فيها دي، فيها كذا كرتونه مثلا، ففي واحد او زي المخزن كده بالظبط. ايه دي؟ في امين مخزن، احنا كلنا عارفين الكلام ده. امين مخزن عارف كل قطعه موجوده فين ورقمها ايه صح كده. دي من ضمن وظائف ايه اللي هو ال 8 ميجا اللي بتحجز، او ال 300 او ال 500 ميجا، او اللي هو الايه سيستم ريزيرف بارتيشن. دي من ضمن المزايا بتاعته برضه، ان هو عارف مكان كل حاجه. يعني الكلاسترز دي كنا اتكلمنا عنها سريعا المره اللي فاتت، دي الهارد ديسك بيتقسم ازاي؟ كنا احنا اتكلمنا عنها في الهاردوير برضه على الذاكره تمام. طيب ده الهارد بتاعي بيتقسم مثلا ايه لمجموعه كلاسترات زي ما مصطفى قال. بيبقى الكلاستر الواحد ده بيبقى ايه؟ الداتا عندي بتتقسم على بتتحط في الكلاسترات دي تمام؟ في الكلاستر دي. فزي ما قلت ايه وظيفه السيستم ريزيرف، ان هو بيبقى عارف مكان ايه؟ مكان كل كلاستر الداتا دي موجوده في انهي كلاستر تمام؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه في البوت بتاع الاوبريتنج سيستم تمام؟ لما انا عاوز مثلا اسطب اكتر من الاوبريتنج سيستم او كده، دي برضه بتفهم حاجه زي كده. هنتكلم النهارده عن الدرايفرز، هنكمل بقى ايه بقيه الجزء الخاص بالسوفت وير، ده جزء جديد تمام؟ ايه وظيفه الدرايفرز؟ الحاجه اللي كلنا عندنا التعريفات ان هو بتعرف اي حاجه موجوده عندك. احنا قلنا في الاول ايه اللاب مثلا ده من غير اوبريتنج سيستم من غير النسخه حته حديده مالهاش اي لازمه صح؟ طيب كذلك بقى النسخه دي من غير التعريفات الخاصه بالجهاز، هتلاقي الجهاز ده يعتبر ايه حاجه شبه ميته برضه. ليه؟ لان انا مثلا جهاز كارت شاشه فيه 1 جيجا 2 جيجا او اكتر من كده من غير تعريفات ولا ليهم مش موجودين تمام؟ ده على سبيل المثال لو انت موصل مثلا طبعه سكانر برينتر يعني ولا كانهم موجودين تمام؟ طيب الديفايس مانجر تعال بقى كده ايه نفتح بيه. نعرف دلوقتي خلاص النسخه احنا نزلنا النسخه المره اللي فاتت تمام كده؟ نزلنا بعد كده التعريفات، عايز اعرف ايه بقى اللي متعرف عندي وايه اللي مش متعرف، اوصله ازاي؟ طب الحلول البديله ايه؟ المهم كله شايف كده ولا ايه؟ كله شايف؟ طبيعي اول ما النسخه عندي بتنزل في بعض الحاجات المهمه الواحد فينا المفروض يعملها. انت كده الحاجات اللي انت اللي احنا خدناها المره اللي فاتت والمره دي مهمه جدا في شغلك، ممكن تلاقيها بسيطه بالنسبه لبعض الناس بسيطه جدا، بس بالنسبه لشغلك الستارت بتاعك ان انت تبقى اي تي هيلب ديسك او اي تي سبيشالست في الاول، دي من ضمن الحاجات المهمه جدا. لان انت بتسبورت الاند يوزر اللي هو مين؟ اللي هو قاعد على الجهاز، اللي هو بقى شغال مثلا
تكنيكال سبورت كده بتعملها، او شغال مثلا محاسب او شغال اتش ار او شغال محامي، انت اللي بتسبورت الكلام ده. عنده مشكله بيتكلم بتاع الاي دي، انا عندي مشكله ثانيه، انت بتروح تقول انت ايه تحاول تحل المشكله. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعرف التعريفات بتاعتي. اول حاجه بعملها بعد ما اخلص النسخه بخش هنا على مايك كمبيوتر بروبرتيز واشوف التعريفات اللي عندي ايه. ديفايس مانجر تمام كده، اللي مش شايف او في حته واقعه منه يقول الجزء ده ايه كده، النهارده الجزء الجديد. تمام. كبر كده، شايفين دي كده التعريفات الموجوده عندي. هل دي كده التعريفات؟ لا، دي كده مش التعريفات. امال دي دي عندي اللي هي يعني بص هنا كده، ده ده البروسيسور. تمام كده، ده معناه ان انا عندي بروسيسور في الجهاز بتاعي طبيعي يعني. طيب فين بقى التعريف؟ التعريف هو اللي موجود ايه تحت البروسيسور، ده التعريف بتاعي يعني. تمام. طيب بالنسبه هنا مثلا ده كارت الشاشه، ده طبعا كل اجهزه فيها كروت شاشه. لما اجي انزل هنا هتلاقي ده التعريف كده، معناه ان كارت الشاشه ايه متعرض. تمام. في بعض كروت الشاشه، في بعض الاجهزه فيها اكتر من كارت شاشه، هتلاقي ايه تعريفين مثلا تحت بعض. بالنسبه للصوت نفس الكلام وهكذا. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي هنا موجوده في يعني في مايكروسوفت او موجوده عموما في شغلك، ان انت تبقى عارف توصل للحاجه دي باكتر من طريقه. اعتقد احنا كلنا سهل ان انا على بروبرتيز خلاص وصلت ليه وفايس مانجر وصلت له. طب انا عايز اعمل طرق جديده ايه او كذا طريقه اعملها ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هنقفل دي كده خالص. ماي كمبيوتر برضو بروبرتيز فضل ديفايس مانجر ادفانسد سيستم سيتنج، كل شيء كده هاردوير ديفايس مانجر. تمام. ادي الطريقه الثانيه، لا طرق بسيطه شويه ولكن مهمه جدا. عايز طريقه ثالثه بس ايه، نخش جوه شويه كده، نخش على ماك كمبيوتر على السي. السي اللي هنا مش السي اللي هنا، لا السي دي مش هنقول السي اللي عليها دوبليت سيستم. تمام. على الويندوز هدور على فايل كده اسمه ايه سيستم 32. الفايل ده او الفولدر ده بيبقى فيه معظم او اهم الملفات الموجوده الخاصه بالنسخه. تمام كده. ديفايس مانجر هدور كده بايه بحرف الدي. نكبر كده شويه عشان الناس اكيد ايه كده اوضح شويه. تمام كده. ديفايس مانجر كله شايف كده. تمام. عايزين طريقه ثانيه، هنفتح الرام. حد يعني حد يعرف رام ولا حد مش عارف رام؟ هنفتح رام. ليها كذا طريقه عشان نفتح رام بيها. تمام. علامه الويندوز اللي في الكيبورد وحرف الار، اللي عايز يكتب الكلام ده كده كده الموضوع بسيط، انا بسجل على نفس الكلام. تمام. علامة الويندوز وحرف الار، ادي ايه كده فتح الرن. عن طريقها ممكن اوصل لايه؟ لاي ملف عندي في الجهاز. تمام. طيب طريقه ثانيه افتح بيها الرن، المفروض الرن بتبقى موجوده هنا بس. طب هي مش موجوده، اعمل لها ايه؟ اختارها ازاي؟ رايت كليك بروبرتيز انتوا بالكم، نرجع تاني انا مصطفى رايت كليك هنا بروبرتيز ستارت منيو كاستمايز كاستمايز، دور كده هنا على الرن. تمام. رن كوماند اوكي. تمام كده. طيب هكتب ايه بقى هنا؟ احنا فتحنا الرن عشان نوصل لديفايس مانجر، من ضمن الحاجات يعني ديف ام جي ام دي دوت ام اس سي. تمام كده. طيب في تاني بقى طريقه، احنا الموضوع بسيط لكن الطرق دي مهمه. مش مهم ان انا بفتح الديفايس مانجر، ايه يعني الديفايس مانجر دي سهله، بس المهم الطرق نفسها. هتلاقي بعد كده مش الديفايس مانجر بس اللي اتفتح كده، ده كذا 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 طول موجوده في الاوبريتنج سيستم بتفتحها نفس الطرق دي.
الران دي مهمه جدا، انت لازم تبقى عارف ازاي تستخدمها وتعرف تستخدمها، تمام. اخر طريقتين عشان دول برضو دول مهمين جدا، يعني الفات ده مهم ودول اهم حاجه بقى اللي جايه. حد عارف السي ام دي او الكوماند لاين؟ تمام، الكوماند لاين دي بكتب هنا كده في الايه سي ام دي، دي وظيفتها ايه؟ دي وظيفتها عموما بقى ان انا بدل ما انت اشتغل يو اي عايز ادلت، عايز اعمل كوبي بيست، عايز افتح اي فايل او اي فولدر، ممكن افتحها عن طريق السي ام دي. يعني بدل ما انا اشتغل يو اي او اشتغل اللي هو يوزر جرافيك، بشتغل كوماند، بكتب كوماند بيست ده، تمام كده. طيب هفتح، عايز افتح هنا مثلا انترفايس مانجر، نفس الكود، نفس الكوماند اللي كتبته في الرن دوت ام اس سي، تمام كده. طيب اخر ايه؟ اخر طريقه قيسوا على كده معظم الملفات المهمه اللي احنا هنستخدمها بعد كده، تمام. الشورت كات، وظيفه الشورت كات بتسهل عليها حاجات كتير جدا. حد خبرك فتح ازاي؟ رايت كليك، اللي مش شايف او اللي في نقطه واقعه منه يقول رايت كليك نيو شورت كات. عشان افتح هنا الديفايس مانجر او غيره بعد كده بعمل بخش هنا على براوز. شفتوا انتوا دخلنا ازاي على السي ويندوز بعد كده سيستم 32؟ طيب لا، انا عايز اخش اكتبها هنا على طول المختصر بتاعها. المفروض ان انا بكتب السي، تمام كده، واعمل سلاش بعد كده ويندوز واكمل بكتب الباص بايه. طب انا دلوقتي مش منزل مثلا ويندوز على السي، منزله ايه؟ على الدي، منزله على الدي، وانا مش عارف دماغي خلاص بقى في كذا جهاز والاجهزه مختلفه، والاجهزه مثلا منزل على كذا مختصر مختلف، او ادور؟ لا، انا بثبت ايه الموضوع هنا معايا بسهوله، بكتب ايه؟ شيفت 5 اللي هي ايه البرسنتج، تمام كده. بعد كده بكتب وين داير، بعد كده ايه بقفلها لحد هنا، تمام. باك سلاش كده، ودخلنا على طول ايه على النسخه بتاعتي على المكان الفولدر اللي هو الخاص بالويندوز على السيستم بتاعتي دي. بكتب اهو ايه سيستم 32 سوري باك سلاش ده، تمام كده. انتر بعد عندي شورت كات برضه وهكذا. طيب ده بالنسبه ليه الطريقه عشان افتح بيها الديفايس مانجر. احنا طرق كتير قوي كده، بس زي ما قلت لكم الطرق دي الطريق نفسه مهم. ايه بقى اللي انا هخرج منه بالطريق ده؟ حاجات كتير جدا. احنا ادينا مثال بسيط على الديفايس مانجر. طيب نفتحها بقى ايه بقى ابسط حاجه احنا عملناها، ونكمل هنا. احنا قلنا هنا بالنسبه للتعريفات عموما انا عندي كده معناها ان انا عندي مثلا هنا بلوتوث هاردوير، بلوتوث تحتها ده كده الهاردوير ده متعرف، تمام كده. طيب لو انا جيت هنا وقفت مثلا على التعريف رايت كليك بروبرتيز ادفانس او درايفر، تمام كده. في عندي هنا ايه خمس حاجات دول ايه؟ نبتدي واحده واحده. اول حاجه درايفر ديتيلز، ده اللي هو من اسمه كده عشان ايه يظهر لك الديتيلز الخاصه بالدرايفر الخاصه بالتعريف، ده الباص الموجود الخاص بالتعريف. يعني كده ده كده ايه مكان التعريف موجود فين في السيستم او في النسخه، هتلاقيه في الاول وفي الاخر موجود في سيستم 32. بعد كده بقى مكان الفولدر بتاعه فين او مكان الفايل فين؟ تحت سيستم 32، تمام. هنا في مشاكل لحد كده؟ طيب بالنسبه للابديت درايفر، دلوقتي كارت الشاشه مثلا الشركه ايه لو احنا شغالين انفيديا مثلا نزل لك تعريف جديد او ابديت، مش تعريف جديد، نزلت ابديت للتعريف الموجود، فانا بروح اقوم عامل ابديت ايه للدرايفر، فهو اوتوماتيك بيروح يعمل مثلا على النسخه عندي نعمل لها ابديت، بيروح يقوم جايب ايه يعمل ابديت هو كمان لكارت الشاشه عن طريق التعريف الموجود في النسخه، ويعرف كارت الشاشه اللي عنده، تمام. طيب لحد هنا ما فيش مشاكل، تمام كده. طيب بالنسبه بقى هنا للتعريف ده، لو هو عندي انا قافل الابديت التعريفات بلاش الابديت، انا عموما اصلا التعريفات دي بتيجي منين؟ من النسخه، لو انا اصلا ما عنديش انترنت، مش انتوا كده اوتوماتيك لما تيجي مثلا تسطب النسخه بتلاقي مثلا كارت الصوت اتعرف، كارت الشاشه بعض الاجهزه اتعرف، ده لان في فايل اسمه ده الصوت هنا ولا بره؟ في فايل اسمه اتش سي ال،
او الداتا فايل ده طبعا مايكروسوفت. ده وظيفته ايه؟ وظيفته مايكروسوفت جمعت التعريفات اللي هي الموجوده في السوق. فشركه مثلا نيفيديا عملت تعريفات كارت الشاشه، جمعتها كارت الصوت جمعتها وحطيتها في ايه؟ في الفايل اللي هو اتش سي ال، تمام كده؟ اوتوماتيك اول ما النسخه بتنزل بتعرف ايه؟ بتعرف التعريفات اللي موجوده عندها في الاتش سي ال، تمام؟ فلو مش موجوده وهتلاقي هنا مثلا علامه زي شفتوا هنا، شايفين هنا البروتست مثلا ده كده متعرف، هتلاقي علامه ايه؟ مثلث او علامه كده بتاعت بالظبط، علامه بتاعت ده معناها مش متعرف. حتى في بعض الاجهزه مثلا ما تنزل ويندوز 7 تلاقي التعريفات مش موجوده، في ويندوز 8 او ويندوز 10 تلاقي التعريفات ايه؟ اتعرفت. الحته دي مهمه وخلي بالكم منها. بالنسبه للسيرفر عموما، في بعض السيرفرات الجديده الحته دي مش كل الناس حتى تكنيكال فيها عارفينها. السيرفرات الجديده لما تيجي تنزل مثلا، احنا في بعض الشركات لحد دلوقتي شغاله مثلا ويندوز سيرفر 2008 ار 2، هنعرف ويندوز سيرفر قدام ان شاء الله. لما تيجي تعرف، لما تيجي مثلا تسطر النسخه اللي هي ويندوز سيرفر 2008 ار 2، السيرفرات الجديده كلها اليو اس بي بتاعتها يو اس بي 3. فبالتالي انت عشان مثلا تباوت من فلاشه هيبقى الموضوع صعب، ده رقم واحد. هو انا خلاص هجيب دي في وهباوت منها السيرفر بتاعي، الماوس والكيبورد اللي عندك كده خلاص شكرا، انا هكونهم موجودين. فانت اصلا مش هتعرف تكمل بعد كده، مجرد ما وصلت للجزء اللي هو بتاع تختار انهي انتربرايز ولا التيمت ولا كده، خلاص انت كده وقفت مش هتعرف تتحرك بعد كده. اوتوماتيك بتضطر ايه؟ هتسطب بقى ويندوز سيرفر 2008 2012 او اللي هو ايه؟ احدث حاجه موجوده. فبيعدي هو الايه؟ الجزء ده ليه؟ لان اوتوماتيك موجوده التعريفات بتاعتها موجوده فين؟ موجوده على الاسطوانه الخاصه بويندوز سيرفر 2012، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه هنا للابديت بتاع الدرايف. دلوقتي الابديت نزل ولقيت عندي عامل مشكله في الجهاز بتاعي. في مشكله الجهاز بيهنج، الكارت الشاشه مش متعرف كويس وهكذا. طب ايه الحل؟ الحل ان هنا الجهاز اول قبل ما هو ينزل لك الابديت او التعريف الجديد بياخد اوتوماتيك زي ايه؟ هنقول خلينا نقول باك اب، او بياخد نسخه من التعريف القديم موجود بيحط بيخليها عنده، تمام؟ لما لقيت عندي مشكله في التعريف وانا جاي هنا بقول له ايه؟ رول باك درايفر. شايفين ان هي ديمت، يعني ايه هيدنج كده؟ لان انا ما عرفتش ما عملتش ابديت ليه، لو كنت عملت ابديت هتلاقي دي ايه؟ دي متاحه بالظبط كده. مجرد ما انا بدوس عليها برجع على طول ايه؟ للتعريف القديم بتاعي، تمام؟ ديسيبل، ديسيبل لو انا طبعا هي إيه عندي كارت الصوت مثلا لو انا في الشركه مش عارف اشغله، او كارت ال إيه، او انا مثلا شغال على اللاب بالبطاريه، طبعا الحاجات دي كلها بتاخد ايه؟ بتاخد من البطاريه جامد، او لو انا مثلا في طريق، لو انا في شركه معيش شحن وعايز اخلص حاجات، المهم يعني فاقدر اعمل ديسيبل لبعض ايه؟ لبعض الدرايفرز اللي عندي مؤقتا، بحيث ايه؟ زي الاندرويد كده مثلا انت بتعمل ايه؟ بعض البرامج بتعملها ايه؟ ستوب. ليه؟ عشان واخده مثلا من الرامة، واخده ايه؟ من البطاريه وهكذا. بطريقه مؤقته. ده بالنسبه للديسيبل، خلاص عملت ديسيبل مثلا للدرايفر، بعدها تقدر تعمل انيبل عادي خالص، ما فيهوش مشاكل. طيب بالنسبه هنا لايه؟ للان انستول، لو انا التعريف بتاعي عايز اشيله، عايز اشيل التعريف عن طريق الان انستول من هنا، تمام كده؟ طيب في بعض الاجهزه، مش بعض الاجهزه، اللي هي التعريفات الموجوده في الاتش سي ال زي ما احنا قلنا، لو انا شلت دلوقتي التعريف عملت له ان انستول من هنا، لو اوتوماتيك انا لسه منزل النسخه دي على الجهاز والتعريف اتعرف اوتوماتيك، معنى كده ان التعريف بتاعي موجود فين؟ في الاتش سي ال اللي موجود الخاص بمايكروسوفت، تمام؟ مجرد ما انا اعمل ستارت للجهاز في الغالب ايه؟ التعريف هيرجع تاني. طب حلها ايه عشان اشيل التعريف؟ حلها ان انا اخش اشوف مكان التعريف ده فين ومدايرته خالص، يعني على الجهاز نفسه. طب اعرفه منين؟ زي ما انا قلت لكم ايه؟ خلينا يعني مثلا نخش على مثلا هنا كده ظهر الديسك زي ما احنا كنا موجودين، بروبرتيز درايفر درايفر ديتيلز، شايفين انتوا هنا ده كده، ده الباث اللي هو ايه؟ المكان موجود في التعريف الخاص بالجهاز، بوصل له وادلته عادي عن طريق النسخه. بشوف الموضوع مش صعب، سي بخش على ويندوز سيستم 32 درايفرز بمسح انا ايه؟ بعمل سيرش على الفايل وامسح. لحد هنا في مشاكل؟ التعريفات لا، ده تعريف مش برنامج. البرامج اه بتتمسح من كنترول بانل، تمام؟ التعريفات لا، مش بالسي بيتمسح من التعريف نفسه من هنا. بص خليني اجرب ايه على الجهاز بتاعنا، تمام كده؟ احنا كل ده شغالين على بي ام، تمام؟ فبالتالي التعريفات دي ما بتبقاش الاوريجنال او مش هي تعريفات الجهاز يعني. هنا كده كارت البيئة مثلا
ده ام دي رايت كليك، يا اما اضيف من هنا عن الستور، يا اما بروبرتيز درايفر ايه عن الستور. تمام كده. دي طرق ايه اللي انا فتحتها اللي انا عملتها من شويه، بحيث ان لو حد وقعت منه حاجه او كده. دول الخمس نقط الخاصه بتاع الفاز زي ما احنا اتكلمنا عنهم. تمام كده. حد هنا حد عنده مشكله؟ تمام. قلنا الدرايفر ديتيلز والابديت درايفر والرول باك ديسيبل والعمل ستور. طيب بالنسبة للهارد ديسك، احنا دلوقتي ايه هندخل على الجزء الخاص بالهارد ديسك في الفورمات عموما، يعني في الهارد ديسك برضه ايه نفس الطرق ان انا افتح بيها ايه فتحت بيها الديفايس مانجر. تمام. الديسك مانجمنت احنا هنستخدم مثلا ايه، هنكتب ان هنستخدم السي ام دي، عايزين نحاول بعد كده نتعود ان احنا نستخدم ايه السي ام دي في شغلنا، بدل ما اخش على مايك كمبيوتر وبانك كليك بروبرتس وديفايس مانجر، لا او ديسك مانجمنت، عايز اخش اتعود استخدم السي ام دي. ليه؟ لان انت كل ما انت يبقى عندك مهارات اكتر في الكوماند لاين والسي ام دي بتميزك شويه عن واحد مجرد ان هو اجنبي. كلنا بنستخدم مايك كليك بروبرتس، الموضوع سهل يعني ما فيهوش مشكله. تمام. سريعا كده هناخد ايه الجزء الخاص، النظره الخاصه بالهارد، بعد كده هنرجع نتابع عشان الناس ايه الناس تروح تسكرب تصحى. ماشي. الهارد ديسك عندي لما اجي بيفورمت اوتوماتيك، او لما الهارد ديسك بيبقى كبير بيبقى نوع ايه، بيبقى بيزك. تمام. بيزك ديسك انا عندي ماي بيزك وديناميك، الفرق ما بينهم ايه هنعرفه بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. تمام. طيب بالنسبه بقى للبيزك ده اول حاجه، جوه البيزك نفسها في نوعين تانيين، في عندي ام بي ار. تمام. وفي عندي حاجه اسمها جي بي تي. تمام كده. طيب بالنسبه للام بي ار دي ايه؟ دي الفيتشرز بتاعه. هنشوف دلوقتي ايه الكلام ده، هنوصله ازاي، هنتعامل معاه ازاي. تمام. وده الجزء الخاص بالجي بي تي. الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم ان عندي هنا بالنسبه للام بي ار، لما جينا احنا قسمنا الهارد ديسك المره اللي فاتت لما كنا بننزل نصف، عملنا مثلا اثنين بارتيشن. تمام كده وخلاص. لا. طيب هو اصلا بقى يقدر اقدر اعمل ايه كام بارتيشن؟ مثلا انا بنزل ال7 ثلاثه بارتيشن، ثلاثه برايمري بارتيشن، اخر هم ثلاثه مشتركه بيه كده. تمام. طيب بالنسبه بقى للوجيك، طب ايه الفرق بين اللوجيك والبرايمري؟ اللوجيك اقدر اعمل 128 لوجيك بارتيشن. تمام. الفرق ما بينهم ايه؟ البرايمري ده اللي انا اقدر انزل عليه اوبريتنج سيستم، ده يقدر ينزل عليه ايه معرفات الكود، عايز انزل اكتر من اوبريتنج سيستم على ثلاثه بارتيشن دول. تمام كده. طيب وايه كمان بالنسبه للام بي ار بيسبورت ايه؟ الفورمات اللي هو فات 16 32 وان تي اف اس. تمام كده. والماكسيمم بتاعه ايه؟ مش احنا كنا اتكلمنا الماكسيمم بتاع الان تي اف اس هو 2 تيرا بايت، الماكسيمم بتاع الام بي ار هو 2 تيرا بايت. طب لو انا عندي هارد زي ما كان حد قال المره اللي فاتت لو اكتر من كده، لو الهارد اللي هو 6 تيرا، لا ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش 2 تيرا بايت، بيبقى 256. تمام كده. طيب ده بالنسبه للام بي ار، في مشاكل؟ بالنسبه للجي بي تي، جي بي تي عندي اقدر احطه ب 128 برايمري بارتيشن. كام لوجيك عندي؟ زيرو، هم كلهم بيبقوا برايمري بارتيشن. تمام. طب الحاجه الثانيه ان الماكسيموم بتاعي بيبقى 256 ايه تيرا بايت، احنا لسه ما وصلناش ولا احنا ايه نقعد نحكم كده على ما نفكر وصلنا 256 تيرا بايت. تمام كده. بس دي ميزه مهمه، بس في مرات ليها 6 تيرا او في 8 تقريبا اعتقد. تمام. مش هقدر اسطبها عن طريق الام بي ار، مش هنزل بوت او مش هقدر استفاد من المساحه كلها، فبضطر اشتغل ايه جي بي تي. طيب ايه تاني بالنسبه للجي بي تي؟ الاوبريتنج سيستم عندي بيبقى ايه 64 بس، احنا قلنا في 32 بالظبط كده، يعني لو عنده نسخه 32 يعني مش هتتصرف بعد. تمام كده في مشاكل؟ حد عنده استفسار في اي حاجه لحد دلوقتي؟ تمام.
ما اقدرش اعمل ايه دول دول. احنا قلنا فوق في الام بي ار اقدر انزل اكس بي 7 ايه زي ما انا عايز لينكس ويندوز. هنا لا هو اوبريتنج سيستم ايه واحد بس ما اقدرش اعمل اكتر من اوبريتنج سيستم. طب ايه الميزه اللي فيه؟ هو بس ايه 256 عشان احنا التيرا بايت اللي احنا بنستخدمه تمام كده؟ 128 جيجا لو هنزل من الويندوز بالظبط كده وتكون 64 بت تمام؟ الشركات اللي هي الكبيره اللي الداتا بيس بتاعتها بالتيرا بايت تمام؟ دي اللي محتاجه عليه حرارات كبيره جدا فبالتالي ان شاء الله 2 تيرا دي ولا حاجه اصلا يعني بالظبط. في ناس بتعدي مثلا تعمل حرارات 50 و60 تحاول تجمع مثلا فاهم ستورج قويه عشان مثلا ايه الداتا بتاعتها الداتا بيس بتاعتها تمام؟ طيب خلينا الاول نشتغل على البيزك بعد كده نرجع ايه نخش في الخاص بالكمبيوتر. نفتح عن طريق الكوماند لاين خلاص كده ايه هنختصر بقى احنا الطرق اللي فاتت دي كلها. ديسك دوت ام اس سي بس اللي شايفه او الكوماند مش شايفها كده كده الكوماند مكتوب ديسك ام جي ام تي اللي هي اختصار مانجمنت دوت ام اس سي ده كده ايه ده بيعمل هنا احنا شغال تمام الهارد ديسك بتاعي. انا هنا عندي 2 هارد ديسك يعني على النسخه دي اضيف هارد ديسك تاني تمام كده. بيقول لي هنا اوتوماتيك انت عايزهم ام بي ار ولا عايزهم جي بي تي؟ والله انا بقول له ايه خليهم ام بي ار دلوقتي العيب ان انت لو الهارد بتاعك من ام بي ار وحولته لجي بي تي خلاص كده لازم تفرمت الهارد عشان تقدر ترجعه ايه ترجعه ام بي ار تاني تمام كده. دي الهاردات اللي عندي هارد هنا ديسك 0 1 وديسك 2 تمام. طيب انا دلوقتي مثلا هنا شغال على البي ام انا ضفت عرضين هنا تمام عايزين بقى نضيف احنا الغرضين ونضيف النهارده في التليفون ازاي؟ لا لا ده هارد هارد جديد انا ضفته ازاي بقى؟ هنشوف اهو هيقفل دي كده خالص دلوقتي البي ام اهي تمام كده سيتنج في ام سيتنج تمام. لو حد في حته مش شايفها او في حته منه يقول اد حد مش اد عايز تضيف ايه؟ عايز تضيف دي في دي عايز تضيف هارد ديسك بقول هارد ديسك زي ما هو كده كريت نيو فيرتشوال ديسك وانا عايز على هارد ديسك موجود قبل كده انت مثلا بتعمله في ايميل قبل كده عايز تضيفه مش تكبره لا انت هنا عايز تضيف هارد هارد ديسك انا عايز اشتري هارد. طب هنا انا بضيف هارد جديد لكن مش بريد او عندي هارد ديسك مثلا انت مش احنا كنا عاملين نسخه سيفن مثلا قديمه طب انا عايز اضيف الهارد بتاعها على النسخه دي فبقول له ايه؟ بقول له يوز ان اكزيستنج فيرتشوال ديسك اللي هي تاني واحده انا عندي اكزيستنج ايه؟ في واحد موجود ولا عايز تضيف ايه؟ يوجوال يوز فيزيكال ديسك يعني مثلا الهارد بتاع الويندوز عامل زي البيت الثاني عايز تضيف على الويندوز بالظبط كده تمام كده ولا انت هنا ايه؟ عايز تضيف الهارد ديسك الخاص الفيزيكال بتاعك اللي هو بتاع لا انا خلينا في الكارير دي نيو فيرشن يعني مش عايزين مغامره بالظبط كده نفس الكلام اللي احنا ايه واحنا بنسطب المساحه ايه 60 جيجا هو اصلا ما خدش غير حاجه 20 ما انا بقى مثلا انت مثلا انت عملت الهارد او مثلا السي بي تي بتاع الهارد بتاع الفي ام 60 جيجا تمام كنت عملت الاساس الفايل 32 حلو انت ليك تقدر بقى في ايه دلوقتي هتدوس انت تضعف ولا ايه اللي يحصل؟ بالظبط كده مش هتقدر تعدي بعد كده هتلاقي اصلا عادي لكنك انت دلوقتي طبيعي من بره خالص بعيد عن بي ام انت لو انت عندك الدي فيها مثلا ايه 5 جيجا فده فايل 6 جيجا يقول لك ايه بس ده بس ممكن يديني اي رقم انا عايز اكتبه بس في مثلا 8 جيجا مثلا ممكن اكتبهم تمام تمام مثلا دلوقتي عندي في الاساس 20 حلو انا 20 كنت يبين لي انهم فاضيين بس ما يقدرش يلعب صح كده؟ معاك كده يبقى انت عامل رقم ال 60 جيجا صح كده؟ وفي الاصل اساسا انت عندك 25 او 30 عندي اه بالظبط كده انا هتدي تجي 30 بس كنت عندي 30 جنيه دول فاضيين بس ما تقدرش تتجنن هنا هو هنا بص دي النسخه هنا مالهاش علاقه بالغرض واخد بالك كمصدر انت بتعمل جهاز كامل بالظبط كده لكن بعد لو انا عندي مشكله اساسيه في الجهاز الاساسي بتاعي هتلاقيها اثرت على ايه؟ على جوه تمام كده؟ بس طبعا عرفت زي الموضوع بيمشي ازاي يعني هنا بالظبط كده عندك ايه؟ زي حاجات بتفرق 20 جيجا مثلا بتاعت النسخه او 16 جيجا وانت مديها 60 جيجا زي ما انت شايف فانا خدت ايه النسخه مثلا على قد ايه؟
مثلا نزلت على 10 جيجا وعلم كده كمان فاضل لك 10 كمان تقدر تحط الفايلات مثلا لحد ما تلاقي مش عارف من 10 بالظبط كده تمام لان الفيزيكال بتاعك مفيش يعني فاهم قصدي. طيب انا هضيف هارد ديسك ثاني فينيش تمام كده اوكي كده بقى كده عندي كام هارد ضايف 2 كده عندي غير الاساسي كده بقى عندي 4 تمام كده بدل ما اكتب انا اخر كومنت كنت جنبه ايه ديسك مانجمنت واطلع سهم لفوق تمام كده اشتغلت عليها قبل كده تمام. طيب بيقول لي الهارد اللي انا لسه ضايفه دلوقتي عايز اخليه ام بي ار ار جي بي تي برضه اخليه جوه حد هنا مفيش مشاكل صح كده؟ حد عنده اي استفسار؟ مفيش مشاكل اضافه الهارد. طيب خليني امسحهم خالص مش همسحهم خالص احنا اخر مره كنا واقفين فين اخر مره قبل ما انا اضيف هاردات خالص صح كده. طيب وهنا انا كنت واخد الستوب بوينت او ايه واخد سناب شوت عايز هنا تمام يس استنى بس ايه دقيقه كده انا برجع بس نزلت ال VM Virtual Worlds؟ لا طيب ما هي دي مشكلة لما نزلت كانت معاك ولو ما ظبطتش معاك عارف دلوقتي ازاي تعمل يعني لو الشاشة ما عملتش لوحدها ولا ايه شايف انت فيو بس شايف اللي هي كانت تذاكر فيو هتبص على فيو بس هتلاقي الضبط معاك سوف الغالب بتتظبط اوتوماتيك يعني الكلام ده مهم حد عنده استفسار في اي جزء مش اي مشكله هو بسيط جدا بس المهم في شغلك استخدمه كتير تمام عندك سؤال اسال نفس الكلام عنه اهم من الكلام ده كله تتبعه ان شاء الله ومصطفى اللي هنا ده صباح الفل كنت جاي من الهند ولا ايه؟ انا كان الله في الهواء طيب انا كده عندي كام هارد ديسك ركز معايا عمر عمر معايا هارد ديسك واحد ماشي تمام كده ركز بقى في الجزء الاضافي اللي انت بتتكلم عليه نزل دي كده عشان نسيب بص شايف انت فين اللي هو من فوق خالص دي سيتنج تمام كده باجي هنا شايف انت لما كنا مظبط الميموري الرامات عايزها قد ايه الكلام ده طيب في تحت خالص قال انا عايز اضيف هارد وير جديد بالنسبه للمشين بتاعتي عايز اضيف ايه من ضمن الحاجات مثلا لو عايز اضيف ايه كارت شاشه انا سوري كارت نتورك قدام شويه انا عايز ديمو طب عايز اضيف ايه هارد ديسك بس كده نجس كريت نيو فيرتشوال ديسك ولا اكزيستنج ديسك انا عايز اضيف واحد جديد ولا عايز اضيف واحد موجود عندك زي ما بتقول على مثلا في الجامعه قبل كده ولا عايز تستخدم الهارد ديسك الخاص بالجهاز بتاعك انا اقول له عايز ايه اضيف كرييت نيو فيرتشوال ديسك اول واحد المساحه بتاعته انت عايزها قد ايه تمام انا عايزها 60 عايزها 100 عايزها ايا كان المساحه بس مش متعب معانا بص احنا قلنا قبل كده بالنسبه للهارد ديسك ده شينك معايا اول اللي هو بيتمد من الاخر بمعنى ان انا لو انا دلوقتي عندي الجهاز كله اللي عندي مثلا اللي فاضي 25 جيجا او عندي دلوقتي تمام انا مديلها 60 جيجا وفي عرض قبل كده كان 60 جيجا واخد بالك طب انا كده 120 جيجا هجيبهم منين اصلا في 25 جيجا بس موجود
انا اوريدي هنا اصلا مستخدم على الفي ام نفسها اللي مادي 10 جيجا بس، ده فعلا اللي انا مستخدمه. كل ما احط فايلات اكتر او استخدم او اوسع الهارد ديسك بتاعي المساحه بتاعتي بقى بستخدم اكتر، كل ما ايه بتلاقي ال 25 جيجا اللي عندي اللي هم بيقلوا معايا، واخد بالك؟ يعني انا لو نقلت ايزو مثلا 5 جيجا هنا هتلاقي 25 بره عندي بقى 20، فهمتني؟ نقلت فايل تاني هنا بقى مثلا 5 جيجا تانيين بقوا ايه 15 وهكذا، تمام؟ فهنا دي اوتوماتيك الهارد ديسك، وهو في الاول وفي الاخر ايه 120 جيجا. هيجي بعد ما انا ال 25 جيجا بتوع الهارد بتاع الرئيسي يخلص هيجي يقوم قايل لي ايه ستوب شكرا، واخد بالك؟ طب انا طب انت بتقول لي دلوقتي يعني انت عندك 25 جيجا وحاطط لي 120 جيجا، طب ليه يعني؟ اقول لك اولا لاسباب كتير، احنا هنا بنشرح بلاد، حلو؟ لو انا شغال على سيرفر او شغال مثلا في مكان تاني وحطيت 1 تيرا واصلا عندي الفئه دي 512 مثلا 512 جيجا اوتوماتيك مثلا اول السنه جيت عملت ابديت للسيرفر او ضفت له هارد جديد، فالمساحه معايا ايه؟ المساحه موجوده، واخد بالك؟ بدل ما اضيف هارد ضفت هارد للفيزيكال الجهاز نفسه مش للفي ام، واخد بالك؟ يعني انا هنا بدل ما اروح انا عملت مثلا هارد ده 500 عملت 1 تيرا، بدل ما اروح بعد كده اقوم ضايف هارد تاني على الفي ام 100 1 تيرا تاني او اضيفه 512، انا بديت ال 1 تيرا دي اوتوماتيك عندي. بس تغير بقى مكان نسخه من البارتيشن اللي بتتمسح بيه؟ ولا اي حاجه. ازاي؟ انت بتتكلم عن تحت البارتيشن نفسه؟ بالظبط كده، ده مثلا على سبيل المثال. مثال تاني، بدل ما انا بقى من بارتيشن لبارتيشن، انت دلوقتي عملت الفي ام 100 هنا صح زي ما انت كنت بتقولي، عايز مثلا كل عندي على الاب، انا بطبق وبذاكر عايز اخلص ايه، عايز اخليها 60 جيجا عشان اطبع مثلا ايه الاند اس والبت 16 32 الكلام ده، وهنا المساحه كلها على بعضها 5 جيجا او 10 جيجا، خلاص طيب خلاص خدت الفي ام اللي انا عملتها على فلاشه وحطيتها عندي على اللاب في البيت. وكمان بذاكر عادي خالص، ايه اللي هيحصل؟ هكمل شغلي ولا اي حاجه، 60 جيجا اللي كانوا موجودين موجودين هنا موجودين هنا موجودين هنا، تمام كده؟ في اي مشكله؟ يبقى الناس كلها الفاينل ناس كلها اللي في ناس وايفون. افتحها عن طريق الفي ام في البيت، صح كده؟ بالظبط كده. باخد الفايل نفسه او الفولدر اللي انا هحطه السيرفر نفسه. بالظبط كده. وعلى الفلاشه او مفتح ايه عن طريق الفي ام. مش الايزو. لا لا تمام. تمام كده عمر؟ هنخلص الجزء الخاص بالام بي ار والجي بي تي، بعد كده هنقف نكمله وتعملوه براكتس ونجيبه نرجع تاني عشان ما تتوهوش، تمام؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ تمام. طيب ده الهارد ديسك الايه؟ اللي موجود عندنا، تمام كده؟ اللي هو الديسك زيرو اللي زي ما انتم شايفين اللي احنا منزلين عليه النسخه اللي هي السي ايه، واخد بالك؟ وهنا ايه دي السيستم ريزرف ايه اللي هو الميكني، تمام؟ وده ايه وده دي البارتيشن الاخير اللي احنا عملناه. طب ده بالنسبه ايه ده الهارد ديسك اللي عندي. المفروض كده الهارد ديسك ايه رايت كليك وانشالايز ديسك، ليه؟ عشان اعرف الهارد ديسك عندي على النسخه. لو الناس اللي كان او لو كنت شغال اكس بي مثلا المسطب بين اكس بي على البي ام، لا لازم تعمل ريستارت ليه؟ عشان يقرا الهارد ديسك. هم 7 و 8 وبعد كده عادي خالص، تمام؟ خليها ام بي ار اوكي ماشي. عايزين نضيف هارد كمان كده خلاص على مره مفيش مشكله. هنقسم كل حاجه دلوقتي. انت عندك هارد بتعمل فيه انت عايزه، مبدئيا بتجرب براحتك، لكن هنا ما ينفعش. فات 32 اخليه مثلا انت اس وعايز احوله لفات 32، ما ينفعش لازم افرم. بس ممكن هو فات 32 احوله ليه؟ ليه انت اس من غير ما يفرم؟ في كومنت بيحول الموضوع ده بسهوله يعني، تمام؟ بيديني الفيتشرز من الاخر ايه؟ اللي انا محتاجه، تمام كده؟ طيب تنضيف هارد تاني. ام سيتنج. هارد ديسك. الموضوع ما فيهوش اي مشاكل.
جزء 180 جيجا واصلا الليله كلها 25 جيجا. رايت كليك انيشلايز. بص كده معلش الخط هنا او هنا صوره صغيره شويه بس هقراها لكم. هنا بيقول لك ايه ان هنا الديسك لارجر دان، يعني هنا بيقول لك ان انت تستخدم الجي بي تي لو الديسك ايه لارجر ذان ايه 2 تيرا بايت. ده المختصر يعني بتاع الجرافيك. تمام كده اوكي. طيب احنا كنا بنتكلم بالنسبه لتقسيم الهارد ديسك. تمام زي ما انت كنت احنا لازم نفرمط الهارد ديسك عشان نقسمه. لا انا ممكن عادي خالص، انا عندي مثلا ده بارتيشن انا هدلته كده كده فاضي يعني ده هو القديم واخد بالك. ونيو ايه سيمبل فوليوم بدل ما اعمل المساحه اللي هي الكليه بتاعتي او اقلل منها واعمل مثلا ايه اتنين بارتيشن ده رقم واحد. نيكس نيكس فلش خلينا عادي. طب عايز اعمل بقى ايه من غير ما انا ادلت البارتيشن اللي انا دلته ده يعني عليه ده اعمل ايه؟ حد قال ايه؟ شوي صح كده ده الهارد فاضي يا جدع البارتيشن فاضي. تمام رايت كليك. في حاجه في اتنين هنا ايه فاكرين لما احنا كنا بنعمل اكستند للبارتيشن المره خالص يعني واحنا بنسطب نصها هنا نفس الكلام هنعمل ايه في عندي بقى الشيك لان انا ايه عايز ادير البارتيشن مش عايز اوسع. طب ليه مش موجوده هنا دي اكستند افرض انا عايز اوسع البارتيشن لان مفيش اصلا ايه حاجه بعدها فاضيه. شرينك للفوليوم الحمد لله ما خدتش وقت. عايز مثلا مساحه قد ايه كده مثلا ايه هي المفروض ان 10 جيجا زي ما قلت لكم ايه 10 في 24 بس ايه خساره من الوقت يعني. بس انا كده خدت من ايه خدت من بارتيشن اللي هو عندي 29 جيجا او 30 جيجا خدت منه اللي كان 20 جيجا سوري خدت منه ايه 10 جيجا بس على جنب. تمام من غير ما تغلط عندي ولا اي ولا اعمل اي حاجه تاني. طيب وهعمل بعد كده ايه؟ بارتيشن تاني نيو سيمبل فوليوم نيكست نيكست خلاص كده فيها اي مشكله؟ طيب ايه نيكست نيكست انت بتدوس عليها دي؟ الناس نايمة عشان الوقت متأخر الناس نايمة عشان ايه؟ عندنا الفوليوم ده كده دلت البارتيشن رايت كليك ديليت ايه ديليت فوليوم. تمام خلاص انا كده عندي هنا دي مساحه فاضيه نيو سيمبل فوليوم او اللي هو نيو بارتيشن يعني نيكست. هنا بيقول لي ايه السايز اللي انت عايز قد ايه لو انتوا ايه نيكست ده ايه ده الاساين ده فولونج ايه درايفر كده. نعم عايز بس بس بالظبط كده عايز الدي اي اف زي ما انت عايز. والله في ناس يقول لك لا انا عايز الاتش انا فاهم عايز الاف عشان مصطفى كده يعني الكلام ده. طيب وهنا ماونت ايه ان ذا فولوينج ام تي ان تي اف اس اتفضل. ده احنا قلنا ان احنا عندنا في الـ في الام بي ار عندنا كام برايمر وكام كام بالظبط كده. طب انا دلوقتي لو جيت وقفت هنا كده وهنا هنزل ليترز عندي كام اصلا ليتر موجود اللي هو بعدد ايه الحروف الابجديه باللغه الانجليزيه يعني اقل من 128 بكتير طبعا. تمام طب ايه بقى اللي بيحصل هنا الماونت ان ده ايه ده فولونج ام تي ان تي اف اس ده بيعمل عندي بارتيشن جوه البارتيشن. تمام كده طيب ازاي خلينا كده الاول نعمل نيو ايه نقول الاول هو ليه شرطين. تمام الشرط الاولاني يكون ان تي اف اس ان البارتيشن اللي انت هتعمله جواه يكون متفرمت ان تي اف اس. يعني دلوقتي عندي ده بارتيشن جديد تمام كده متفرمت ان تي اف اس انا فرمته ان تي اف اس لو انا فرمته ان فرمت 32 مش هي ايه مش هيتقري معايا جوه هتشوف الكلام ده دلوقتي. طب ده رقم واحد. رقم اثنين انا قلت لكم ان انا بشاور على بعمل بارتيشن جوه بارتيشن. تمام ده بناء على ايه؟ لا انا بعمل ليه فولدر جوه البارتيشن وبعد كده بخليه ايه بارتيشن عندي من هنا. تمام بشاور على اللي هو ماونت هنرجع لها تاني برجع بشاور ايه على الديو فولدر اللي موجود عندي جوه واخليه بارتيشن. يبقى الشرطين اللي هم ايه اول حاجه يكون البارتيشن الاساسي اللي هو اللي بره ان تي اف اس. رقم اثنين ان الفولدر اللي انا هحوله بارتيشن يكون ايه امتي فولدر يعني فولدر فاضي. تمام كده ما معلوش اي داتا
طيب ننزل دي كده، شكرا. نروح هنا كده نعمل ايه، نيو بارتيشن، نيو فولدر سوري. تمام كده، لازم نقول اسمه كده ولا لا؟ لا انا متى اسم انا مسميه كده فاهم عادي. ونعمل واحد كمان نيو طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ احنا خلاص كده الجزء ده خلاص مفيش مشاكل الجزء بتاعته. طيب انا عايز اخليه بارتيشن جوه البارتيشن، بس انا سجل دول جوه الدين تاني كده، انا سجل دي قبل لسه عامل دول بارتيشن جوه الدين نفسه بالظبط كده. براوز، بص هو هنا ايه السي ولا الدي؟ ليه اراهم؟ لان الاثنين متفرقين. انت اف اس هنجرب دلوقتي نعمل واحد بتاع 32 او انتوا تجربوه وانتوا بتعملوا تيست. تمام، والاثنين فاضيين، اختار مثلا اللي هو الام عشان ايه ما تفتكرش ان انا لازم اسيبه كده. اوكي نيكست. هنا بيقول لي عايز تفرمته ايه؟ افرمته بقى زي ما انا عايز. يعني هتشوف انا هعمل بارتيشن جوه الام تي اف اس ده فرمته زي ما انا عايز. فات 32 لو فات 16 موجوده فرمته، لو ام تي اف اس انا مش ممكن ان افرمته حاجه معينه. الجزء اللي بره خالص يكون ام تي اف اس. تمام كده، اللي هي الالوكيتد سايز اللي هي ايه؟ اللي هي كلاسترز. الديفولت بتاع الام تي اف اس كام؟ 4 كي. طب الكلاستر نفسها حجم الكلاستر طيب في يعني ممكن اعمل ايه؟ ممكن العب في حجم الكلاستر، اه ممكن اخليها 512 بايت، ممكن اخليها 16 كي، ممكن. تمام؟ السلام عليكم. هو الافضل 4، بس دي موجوده ليه؟ موجوده لان انت مثلا انت كده كده شغال في الشركه في معاك ديفلوبرز، يعني الناس ايه شغالين على برامج ومطورين يعني. فممكن هو يقول لك انا عايز البارتيشن نفسه يكون ايه عدد الكلاسترز اللي فيه 16 كي، ان تي اف اس 16 كي. هي الداتا بيس محتاجه حاجه زي كده، دي حاجه تبع ديفلوبمنت مثلا، واخد بالك؟ فانت بتعملها بناء على رغبتك. دي حاجه انت المهم ان انت ايه تبقى عارف تحل المشكله بتاعتك ازاي. لكن ما تروحش تفرمط مثلا ايه فات 32 فات 32 اخرها كام؟ 32 جزء، والداتا بيس ممكن تعدي 1 و2 تيرا. طب هتعمل ايه؟ يبقى انا لازم ايه؟ لازم العب انا في الحته دي من هنا. وصلت؟ حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ اسم البارتيشن عايز تسميه هنا لو انت عايز تفورمات البارتيشن بسرعه دي ما فيهاش مشكله، او لو انت عايز ايه تعمل له الفايلز والايه الفولدرز انكربشن. بقول له نيكست، شكرا، فيش كده المفروض دي فورمات خلص. واخدين بالكم هنا قال لي ايه؟ لوجيكال درايف. ده كده ايه؟ ده كده لوجيكال. تمام؟ طيب تعالوا بقى نخش. ما ينفعش تتمرن جوه البرايمري صح؟ اه البرايمري جوه البرايمري بالظبط كده. خش على دي، كبر شويه عشان الناس ايه. كده تمام. تمام كده؟ ده الفولدر اهو. ده كده بقى بارتيشن. تمام؟ طيب رايت كليك ريفرتس شير سكيورتي كاستمايز، كل حاجه تمام زي ما هي، ما فيش اي مشاكل عندي. تمام كده؟ طيب ده مساحته قد ايه؟ ده مساحته 12 جيجا بارتيشن نفسه. لو انا دخلت على ده كده وقفت عليه بتكفي مساحة جنبها، يعني لو عملت ريفرس بيديني المساحة بتاعته. بس خد هنا كمان نجيب ديتيلز. هنا كام؟ 10 جيجا. تمام كده؟ طيب نفترض دلوقتي ان انا عايز افرمط ايه؟ مش افرمط، عايز امسح البارتيشن اللي هو اللي بره. مش محتاج. طب اللي جوه ايه اللي هيحصل له؟ ولا اي حاجة خالص. هدلت اهو النيو فوليوم ان انا ايه اللي جواه ديليت. شكرا. هنشوف اهو. باجي هنا تشينج الدرايفر ليتر، المفروض ان هو اوتوماتيك بيرجع بره. اد، وادي له ايه؟ بدي له درايفر.
اي مش دي ايا كان، وارجع هنا في الفولدر ظبط هاي الكمبيوتر عشان الناس تشوفكم بره. خدت بالك انا عملت ايه؟ هذا الان مسحت الاولاني كده اللي جوه ايه؟ اللي جوه موجود الداتا بتاعته كل حاجه، بس كل ما في الامر ان هو هيدن يعني ايه مش مقفل ايه عشان ملوش درايفر ليك التسليم دي ايه؟ هو ملوش اصلا الدرايفر الليتر بتاعه عشان يعرفه. فكل اللي انا عملته باجي هنا على البارتيشن ده رايت كليك واقول له ايه؟ تشينج درايفر ليتر. ليه؟ عشان اديله الدرايفر اللي انا الليتر اللي انا عايزه. هعمله هو هنا ريموف اوكي. هو كده كده البارتيشن موجود، لكن لو انا جيت هنا كده خلاص ما بقاش موجود. ليه؟ هو هنا هو البارتيشن موجود بس مخفي. دي طريقه برضه عشان الناس بتخفي فيها اي بعد البارتيشن زي يعني. تشينج درايفر ليتر اد بدل ما اديله الدي اديله اي حاجه تانيه اوكي. بس كده تمام. بس انا لو في عكس حاجه زي المساحه من البارتيشن ده تاني المساحه من البارتيشن هنا خلينا نتكلم في الجزء الخاص بمايكروسوفت. عندك مثلا الدي اهو بياخد من اللي على يمينه المساحه دي يعني دي واخد بالك؟ يعني انت لازم اللي بعديه ده يبقى مساحه فاضيه اصلا مش بارتيشن تمام؟ طب فاضيه ولا بارتيشن؟ مساحه فاضيه. ده بس فين ما ينفعش الايه الاول اللي هو السي؟ فين؟ ده؟ لا يدري اللي جنبي ما بيكونش انا عايز ابقى قصدي كده وده يكون فاضي. يعني بص هنا اقدر ازود مساحه السي من الدي مش من الدي من الجزء ده ده عنده كده ده كده فاضي. لازم اعمل له شيفت وبعد كده اودي المساحه تبقى كده على الشمال ازاي؟ وهنا بقى كده يا حبيبي انت لو عملت شينك هنا واخد بالك الجزء ده هتعمله بارتيشن تمام. لكن مش هتقدر ايه؟ مش هتقدر ان انت تضيفه على اللي بعديه. يعني انا هنا لو انا عملت شينك هيعمل لي الجزء بتاعي فين؟ هيعملها بعدها. بس ما ينفعش تنقله؟ ما ينفعش تنقله. في بقى البرامج اللي هي الثيرد بارتي بالظبط كده ده اللي بيحل لك المشكله دي. بس المشكله بقى في الاعتمادين اللي بوظوا البارتيشن اللي بيبوظوا لازم يديني حاجه تبقى ليه بقى؟ دي بس انا طيب الموضوع ده حاجه اسمها ديفرجمنتيشن لو تسمع عنها. ديفرجمنتيشن دي هنتكلم عنها كده في الاخر ان شاء الله او نتكلم عنها سريعا دلوقتي. احنا كنا بنتكلم عن كلاستر صح كده؟ طيب دلوقتي لما انا بحط فايلز على الهارد ديسك بتبقى عامله ازاي؟ احنا قلنا عند الهارد عباره عن كذا كلاستر فالفايلز مش بتبقى جنب بعض، لان كل كلاستر ممكن يبقى فايلات في كذا حته تمام؟ فانا في الاول في الاخر لو عندي مثلا البارتيشن بتاعي 10 جيجا هنتكلم عن مساحه بسيطه بحط لها مثلا فايلات 3 جيجا. 3 جيجا مش بيكون في كل 10 جيجا بيكون ايه في كذا مكان من 10 جيجا دول. طب حلها ايه؟ حلها ان انا اقوم عامل ديفرجمنتيشن للبارتيشن وظيفته ايه؟ ديفرجمنتيشن بيعيد ترتيب الكلاستر يخليها ايه؟ ياخد لي ال 3 جيجا بس اللي قدام. هقول لك بتعمل ازاي بقى؟ هتشوفها بس من دلوقتي. احنا شرحنا ايه جزء سريع كده عشان تمام عشان نحل بس المشكله دي. من ضمن برضه بالنسبه للديفرجمنتيشن واحد كان عامل ايه؟ واحد حبيبي يعني معرفه شخصيه كان عامل الهارد ديسك بتاعه كله في بارتيشن السي تمام؟ كله. المهم يعني عادي اللي هو الجراب كان بيعيده وكده فانا متفرج تقريبا هو كان برضه بيحل على روسي يعني. المهم اضطر يدرس طب ما عملتوش ليه اكتر بارتيشن فمش عارف ينقل ايه؟ ينقل يعمل اكتر من بارتيشن عشان السي عنده فيها جزء ايه؟ مش عارف يقص هو الجزء الاخير ده. طب ليه؟ رغم ان اصلا في فاضي مثلا 10 20 جيجا عشان يكتب الدوكيومنتيشن دي. لان بص اقول لك دي كانت مطوره في الكلاسات اللي هي بتاعتي بالظبط. انا دلوقتي لو انا جيت عملت رايت كليك وعملت ايه؟ شرينك اللي احنا اتكلمنا عليها. طب دي على السي ثانيه كده هتلاقي ان الجزء اللي انت المفروض تقدر تعمله شرينك يعني مش نفس المساحه الفاضيه اللي في البارتيشن نفسه. اقل ممكن اقل بكتير. يعني هو مثلا كان فاضي 20 جيجا كل ما تجيب عنده مثلا ايه 500 خش على 3 جيجا مثلا. طب الباقي فين؟ لا اعمل الفرمنتيشن هتلاقي الموضوع بعد كده ايه؟ بقى سهل جدا. بالظبط كده. اهو هنا المفروض ايه؟ يعني هنا عندي 19 دي اللي هي الافيلبل اللي هي المتاحه واللي انا برضه اقدر اشيلها هي 19 كامله كده. دي احنا لسه ما نزلتش حاجه. لكن لو انا جيت مثلا على الجهاز عندي او عند اي حد جرب يعمل حاجه زي كده في الغالب هيلاقي ان هو ايه؟ محتاج يعمل ديفرمنتيشن. هنشوف موضوعنا ثاني يعني مش صعب.
طيب المهم هنا ايه، احنا عايزين بقى نعمل اكستند. احنا عملنا الشرينك دي خلاص جربناها تمام. عايز تشرب حاجه او تشرب حته رشا شويه عشان هو جاي هنا يا مصر تمام. انت خدت بالك انا عملت ايه؟ رايت كليك هنا على البارتيشن، شرط ان انا عندي مساحه فاضيه ايه بعدين ماشي بقى تمام. اكستند نيكست. طب هنا بقى بيقول لي ايه المساحه الفاضيه اللي عندك قد ايه اللي انت عايز تضيفها. يعني هنا المفروض هو ده السي ده اللي هو ايه ديسك زيرو تمام. المساحه بقى سيلكت اماونت ايه اوف سبيس ميجا بايت اللي هي كام اللي هو محددها لي. تعال ننزل كده هي 11 جيجا ايه تمام. والله انا مش عايز اخدها كلها، مثلا عايز اخد ايه 5 جيجا بس. اقول له نيكست فينش. دي كانت 3 دي كانت كام؟ كانت حاجه 30 تقريبا بقى 43. وهنا دي كام؟ هنا دي بقت 6 جيجا تمام؟ في مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب نيجي بقى الحاجة ايه بالنسبه للثلاثه برايمري بارتيشن احنا كنا بنتكلم عنه. عايزين نشوف الكلام ده، الكلام ده ازاي؟ مش لازم نرجع نعمل شيك، هنا سهله جدا. يو سمبل فوليوم نيكست هنخليها 2 جيجا مثلا نيكست. طيب احنا الاول ايه الحته دي كده سريعا، احنا قلنا هنا دي اول واحده بدي ايه درايفر ايه ليتر للبارتيشن نفسه. تاني واحده بعمل ايه لوجيكال بارتيشن او بارتيشن جوه البارتيشن تمام. تالت واحده انا عايز اعمل بارتيشن بس ايه من غير ما اديله الايه درايفر ليتر بتاعه. نعم الكريت هو اصلا اللي هنا بالظبط كده نيكست. عايز تفرمطه هتلاقي هنا بقى ظهرت معايا ايه 2 جيجا. انا مديها 2 جيجا. عايز تفرمطه 16 32 ولا ايه؟ بس تعالى نخليه 32 في 32 نشوف هنا دلوقتي نيكست فينش. كده انا عندي كام برايمر بارتيشن؟ عندي 2 بس. ده هنا ايه؟ ستيل لوجيك تمام كده؟ طيب رايت كليك نيو نعمل برضو ايه؟ لا مش عايز 4 جيجا، عايز اخليها مثلا 2 جيجا برضو او خليها 512 عشان المساحات تبقى مختلفه شويه. 512 ميجا نيكست نيكست ماشي اوكي. قال لي ايه؟ قال لي ما اقدرش ان انا كاريت اكتر من كده، ان هو الديسك اوريدي عنده ايه؟ او المفروض ايه؟ تعمل ده كده كده عليه بارتيشن. يبقى هو عندي المفروض ايه؟ 3 برايمر بارتيشن او كام؟ او 120 لوجيك يعني ممكن يجيبوا كده كام؟ يبقى 2 برايمر وايه؟ و 128. طب تعالوا كده ندلت دي نديله بارتيشن ونكريت هنا كده نخليها ايه؟ تمام كده؟ اوتوماتيك بقى عمل ايه؟ حول الجزء الاخير. انا كده خلاص خدت الايه؟ خدت الاخير ده تمام؟ ده عندي 13. اقدر اعمل كام بقى برايك كام لوجيكال لو انا عملت نيكست؟ خليها 512 نيكست ماشي هيكتب ايه؟ لوجيكال ايه؟ ده كده المفروض برايمر بارتيشن صح كده؟ تمام. الظاهر هنا اعتقد بس ليه؟ لان انا بصي اقدر اعمل له ايه؟ ليتر اد على كده اديت له ايه؟ اديت له ليتر تمام اوكي. طبعا ما حدش فينا بيفتح نسخه او يفتح ويلاقي ايه اللي هو 100 ميجا دي خالص صح كده؟ بنعملها هنا عشان الناس
بالظبط كده. لو انا دورت على ال 100 ميجا اهو سيستم ايه ريزيرف. طبعا الفراغ اللي جوه جوايا فين طبعا كلها. يبقى انا كده عندي واحد. يبقى انا كده واحد استعمل واحد بس رام اثنين كده. لا هو اصلا بيبقى عامل 2 دول رقم رام والعين الصغيره كده اثنين. انا مذاكر التالت اهو. بعد كده بيبقى ايه؟ يبقى انا كده كراش لوجيكال والباقي 128 ايه؟ 3 باي باي 128 واضحه كده؟ ها؟ تمام تمام كده؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب احنا هنقف كده الناس تجرب الجزء ده ولا هنكمل ولا نكمل الجزء الصغير من الفاضل في الجزء الفاصل ده دوت عشان الناس ما تقفش. ماشي هنكمل الجزء الاخير ده وبعد كده الناس تكمل. المهم بس ركز عشان يحس الناس تاني معاك. احنا كنا عملنا دي فاتت 32 صح كده؟ هعمل هنا مثلا ده نيو سمبل فوليوم نيكست. ماشي مفيش مشكله مساحه خليه اموت جوه براوز. ده اللي هو ايه؟ اللي هو فاتت 32 ده اللي هو الدي صح كده؟ طيب هل هو هنا موجود عندي؟ موجود عندي السي والاف والاتش والاي. مش البرايمر بس احنا قلنا بالظبط صح كده؟ بس فبالتالي ان انا ايه؟ مش هقدر ان انا اعمل بارتيشن جوه بارتيشن. قلنا عليه شرطين ان تي اف اس يكون ايه؟ الفولدر اللي هيتعمل جواه ايه؟ فاضي فاهم؟ بسم الله هندل الدور كده ماشي خلاص كده الهارد ديسك الاولاني. طيب ده الهارد ديسك التاني تمام؟ الجي بي تي زي ما احنا قلنا. بصوا هنا بقى لو انا دوست رايت كليك على على الديسك نفسه ظهر عندي ايه؟ طبعا احنا قلنا ايه نيو سيمبل فوليوم او نيو الحاجات اللي احنا عايزينها دي في الاول. بعد كده في كونفرت الايه؟ او كونفرت الايه جي بي تي. احنا قلنا الفرق ما بين الجي بي تي وما بين الام بي ار هو ايه؟ السايز اللي هو المساحه البارتيشن توصل ل 256 تيرا. اما هنا الماكسيمم بتاعي بيبقى كام؟ بيبقى 2 تيرا. ده رقم واحد. رقم اثنين قلنا ان انا عندي في الدي بي تي ما اقدرش انزل ايه اكتر من اوبريتنج سيستم واحد تمام. يعني ما اقدرش ان انا عندي لينكس او سيفن مع بعض او ويندوز مع اصلا مع بعض تمام كده. اما الام بي ار اقدر ايه؟ اقدر انزل ايه ثلاثه ايه اكتر يعني من اوبريتنج سيستم. ده الحاجات اللي هي المهمه يعني الجوهريه. بالنسبه للجي بي تي احنا قلنا فيهم 128 برايمري وفيهم شويه واحد ايه لوجيك تمام واضحه كده. حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ خلاص انا هقف دلوقتي التدرب عملي الجزء الخاص ان هي نضيف هارد وكده. طيب ركزوا معايا بقى كده. بالنسبه للناس اللي هي ايه كان عندها مثلا مشكله في الجهاز واللي هو بيعاند شويه عشان ايه واللي عنده رقم مثلا من مشكله او غيره او كده دي حاجه بره ايه بعيد عن الهارد ديسك دلوقتي تمام. دي حاجه طيب ركز معايا في الجزء اللي انا بقوله بس ده دلوقتي بعد كده نكمل. لو انت دلوقتي عندك الموضوع مثلا ده بالاخص ليك انت واخد بالك عندك الهارد ديسك او عندك مشكله ان هي الرامات اثنين مثلا بس في كذا حاجه في سطر عايز تخلي الموضوع اسهل شويه تعمل ايه؟ بفتح هنا الرن او بفتح هنا ستارت ادوس ام اس كونفج كونفج تمام. خلينا نفتح الجيم احسن عشان الجيم ما نجربش هنا لانه بيدخل بالستارت او حاجات كده واحده مش ناقصين تمام. ام اس كونفج انتر. لا لا خالص. بص بقى هنا في حاجه اسمها ستارت اب تمام معايا كده. النسخه دي كل اللي متسطب عليها هو الفي ام وير. فالستارت اب البرامج اللي هي بتشتغل في الباك جراوند الفي ام وير فبالتالي ايه بياخد من الرام بياخد من الريسورس بتاعت الجهاز. طب انا عايز لما الجهاز يشتغل انت بقى لو انت عملت الموضوع اللي عندك انت بالمنظر ده انا انت بقى شغال لازم عارف ان الميجر ده شغال هتلاقي لعبه مسطبه ممكن شغاله في الباك جراوند فاهم قصدي. فانت بتعمل ايه؟ أنا والله انا مش عايز الفي ام وير شغال ايه؟ تولز الفي ام وير تولز يعني دي الحاجه الوحيده اللي احنا سطبناها على النسخه دي لحد دلوقتي
في مور تولز تمام. فانا لا مش عايزها مثلا تبقى شغاله ايه في الباك جراوند واقول له ايه بشيلها ومدايس اوكي اوتوماتيك هيطلب مني ايه هيطلب مني ريستارت ولا انا بقول له ايه انا هقول له هنا ايه مش عايز وسط بس انت المفروض تقول له ريستارت عشان ايه لما يفتح الجهاز بعد كده الحاجات اللي انت هتشيلها مش هتشتغل معاك في الباك جراوند وصلت بس عايز اعمل دبل كليك واشتغل خلاص هتشتغل معاك بعد كده مش مشكله ده كل فتره بتعمل الموضوع ده مثلا نشوف البرامج استقطاع دي حاجه ليكوا يعني تمام كده هو ده اللي كده هتبقى نفسك ام اس طيب احنا كمل شرح عادي وبعد كده ان شاء الله ايه في البريك ده تمام. حد عنده مشكله لحد دلوقتي في الجزء اللي احنا شرحناه؟ طيب احنا سريعا كده الجزء اللي احنا بنطبقه فيه عشان الناس ايه تيجي ان شاء الله في المره الجايه تشتغل عليه تاني. اشتغلنا على الام بي ار والجي بي تي. الجي بي تي احنا ايه رايت كليك على البيز على الهارد ديسك نفسه ايه كونفرت تو جي بي تي او كونفرت تو دايناميك اللي احنا لسه هنشتغل عليه تمام. سيب على سيب دلوقتي كده بعد كده انا هنشتغل ان شاء الله كده تمام. طيب احنا قلنا الام بي ار ايه الفيتشرز اللي فيه ثلاثه برايمري بارتيشن. احنا شفنا اللي هو ريزيرف ايه سيستم ريزيرف بارتيشن اللي هو 100 ميجا او 150 ميجا ده برايمري بارتيشن. في ناس بتداليته اصلا من الاول يعني في ناس وهي بتنزل نسخه بتداليته من البارتيشن ده فبالتالي بيبقى ايه ما بيبقاش موجود فبتبقى عندك المساحه بتاعته دي يبقى عندك بارتيشن زياده اللي هو برايمري مثلا حاجه ولو مثلا حاجه بس اوتوماتيك فايلز او الملفات اللي هي بتبقى موجوده فيه بت ايه بتتكريت في السي بس في الغالب مش بتستفيد انت بموضوع دي ولا يعني ده وظيفه اللي هو 350 ميجا او 150 ميجا بيساعدك مع لو انت هتنزل اكتر من نسخه اكتر من موجودين سيستم انت المهمه برضه في الموضوع ده بالظبط كده. او لو انت مثلا يعني انا ممكن مثلا ادلتها ودلت السي وام بي بكريته من اول وجديد فاهم اكتر بالكريت فبتتكري كده كان دي او دي واحد يعني. طيب قلنا ان هو بيدينا ثلاثه برايمري بارتيشن تمام يعني البرايمري بارتيشن اقدر انزل عليه اوبريتنج سيستم وبيديني 128 ايه لوجيكال بارتيشن ده ما اقدرش انزل عليه اوبريتنج سيستم ولكن بيديني المساحه بتاعته ايه هستفاد من المساحه بتاعته. طيب وطبعا اقدر اسبورت الثلاثه فورمات اللي هو ال 16 32 وان تي اف اس والماكسيمم بتاعي 2 تيرا بايت تمام كده. اما بالنسبه للجي بي تي الماكسيمم بتاعي 256 لسه اصلا ما وصلهاش دلوقتي تمام كده مفيش اي مشاكل وما اقدرش اعمل ايه ديوال بوتنج وبيديني 128 برايمري بارتيشن. حد ليه اي سؤال؟ طيب الدايناميك ايه؟ احنا كل ده كنا بنتكلم على البيزك ديسك. الدايناميك ديسك بقى في حاجه اسمها احنا كنا بندوس رايت كليك نيو ايه سيمبل فوليوم دي ما فيهاش اي مشكله. في عندي نيو ايه سبند ودي وظيفتها ان انا بكاري بارتيشن واحد من اكتر من هارد ديسك. يعني شفتوا احنا مش احنا ضفنا هارد ديسك 60 جيجا و60 كمان واقدر اخليهم كلهم بارتيشن واحد. طب ايه وظيفه الانترنت؟ كل الهاردات بارتيشن واحد. ده هل اجباري الهارد كله بارتيشن واحد؟ لا يعني ممكن اخد مثلا 500 جيجا من الهارد 500 من الهارد تاني واخليهم ايه؟ و10 جيجا من الهارد تالت واخليهم بارتيشن واحد. ان شاء الله اخد 100 جيجا من اي بارتيشن واخليهم ايه؟ واخليهم بارتيشن واحد. كله مركز معايا؟ سيبك من برنامج دلوقتي يعني بيرفكت تعمل اللي انت عايزه. تمام؟ طيب النيو ايه؟ ستريب. دي بقدر اعمل بتشتغل على اكتر ايه؟ من هاردين اكتر من هارد ديسك. هو مش اكتر من هارد ديسك هي والسبند بيشتغلوا على اكتر من ايه؟ من هارد ديسك تمام كده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين المساحه بقى بتاعه البارتيشنين اللي انا هعملهم لازم تكون متساويه زي بعض. احنا هنا في اول واحده اللي هي السبند انا قلت لك ممكن تاخد هنا 10 جيجا من الهارد الاولاني والثاني 5 جيجا والثالث ايه؟ 100 ميجا يعملوا لك هوم بارتيشن تمام كده؟ طب اللي هي الثانيه بقى اللي هي الستريب لا لازم اخد 10 جيجا من الاولاني و10 من الثاني و10 من الثالث متساويه عشان اقدر اعمل ايه؟ وان بارتيشن تمام؟ طيب الحاجه الاخيره المساحه بتاعتي سبريد داتا اون هارد ديسك كواليتي بمعنى ان انا دلوقتي لو انت عندك فولدر انت خلاص كده خليتها ايه؟
خلت عندي انا واخد انا ثلاث مساحات من كل هارد دلوقتي وان بارتيشن. طب بتتقسم ازاي؟ او لو عندي بارتيشنين مثلا، عندي هاردين سوري وخليتهم وان بارتيشن، لو عندي فولدر مثلا 5 جيجا بيقعد 2 جيجا ونص مثلا على الاولاني و2 جيجا ونص ايه على الثاني. طب دي ايه الفيتشر اللي فيها؟ بياخد السرعه بتاعه الهارد ديسك بتبقى اعلى بكتير، لان كده بياخد سرعه هاردين من سرعه هارد واحد. تمام كده؟ طيب حد ليه سؤال لحد هنا؟ الميرور، الميرور دي بتشتغل على هاردين بس. تمام؟ وظيفتها ايه؟ دي مهمه جدا جدا جدا. وظيفتها ان انا دلوقتي بيبقى عندي هاردين، الهارد الاول الهارد الثاني بيبقى ايه؟ قابل للهارد الاولاني، يعني بمعنى صح كده بطل. طب لو الهارد الاولاني ضرب الثاني على طول بيتقلب اوتوماتيك بيبقى موجود. تمام؟ في اي مشكله اي سؤال؟ طيب دي بقى لو انا عندي الهارد الاولاني زي ما قلت لكم اتحرق مثلا خلاص، انا طبعا عندي الهارد الثاني ممكن اعمل الهارد الاولاني لو جه الهارد الجديد بيكون نفس المساحه، لازم الاثنين يكونوا نفس المساحه زي بعض، لازم الاثنين يكونوا نفس المساحه، ده واحد تيرا ده واحد تيرا. تمام؟ بيكون واركب مثلا هارد جديد واعمل له ايه؟ الميرور، فبالتالي كل الفايلز اللي هي على او كل ما كانت على الهارد الاولاني بتتنقل اوتوماتيك على الهارد الثاني. تمام كده؟ طيب بس في الميرور بس ممكن يكون فيزيكال؟ يكون ايه؟ الاثنين فيزيكال هاردين حقيقيين موجودين؟ على البي ام هارد ديسك يعني ايه فيزيكال؟ انا مثلا عندي دلوقتي في الجهاز هاتي تمام مثلا عندي 500 جيجا تمام، عملت له ميرور 500 جيجا بتنقلوا على الهارد اللي هو الاول. تمام ازاي لو اصلا هو اللي 500 بس ازاي وتيرا؟ يعني ال 500 اقل من الجزء اللي مرسوم هم اللي جاي على الاخر. تمام عملوا ميرور ازاي؟ انت بتتكلم ان انت عندك الهارد اللي هو عندنا، لو انت عايز تضيف بدل ما تضيف من هو فيرتشوال ديسك تضيف الفيزيكال ديسك بتاعك ولا لا؟ بس انت بتقول انا ممكن بس انا بقول ايه؟ انا ممكن اعمل كل من الهارد اللي عندي. لا مش هعمل كل الهارد اللي عندي. بص انا بجيب هاردين زي بعض تمام، تو هارد ديسك. الهارد الاولاني الحاجه اللي بتتنقل عليه انا عملت مثلا شغل الاكسل، عملت مثلا واحد زي واحد كتبت على فايل اكسل بيساوي 2، الهارد الثاني اصلا مش مالي عندي، انا مش شايفه، فالعمليه اللي انا عملتها بتتنقل اوتوماتيك على الاكسل او على الهارد الثاني زي ما هو كده. شغل الاكسل يعني بالظبط. لو انت هنبقى نجربها دلوقتي هتفصل الهارد الثاني، كل اللي احنا هنعمله هنضيف له ايه؟ درايفر ليتر وهنفصله عنه. تمام كده، ونشوف هتلاقي كل الملفات اللي كانت موجوده في الاولاني بقت موجوده في الثاني. وصلت كده؟ حد عنده اي استفسار؟ طب نجرب الموضوع ده كده سريعا. طيب احنا قلنا بالنسبه للدايناميك، خلينا الاول نقول عشان بس يبقى عندنا خلفيه ان الدايناميك مش بينزل عليه اوبريتنج سيستم اصلا. طب ليه يعني ليه بقى وظيفه الدايناميك؟ احنا قلنا لو انتوا خدت بالكم معمول اقدر ثلاث هاردات اربع هاردات اخليهم هم بارتيشن، صح كده؟ يعني انا عندي 5 8 تيرا في اربع هاردات برقم بخليهم ايه؟ وان بارتيشن هتعمل ايه؟ كم؟ حوالي 32 تقريبا، صح كده؟ 32 تيرا بايت. بسم دي وظيفه الدايناميك عشان الداتا بتاعتي، الناس اللي هي عندها مثلا زي فودافون او غينيا او الفرات الحجم الداتا بيز بتاعتها مش 1 تيرا و2 تيرا، اللي هي ايه؟ بارقام فلكيه كده، ارقام حلوه جدا. فبيعملوا ايه؟ دي من ضمن الحاجات اللي هم بيستخدموها. تمام؟ انا الاول رايت كليك على الديسك الخاص بيا، كل يركز معايا هنا عشان ايه؟ الجزء ده مهم. كونفرت تو دايناميك، عايز تعمل انهي واحد؟ الاولاني ولا اللي هو الزيرو ده رقم للديسك؟ انا في عندي زيرو ولا الاولاني ولا الثاني؟ بقول له الثاني. شكرا. ده كده تحول لايه؟ لدايناميك. لو انا دوست هنا كده رايت كليك هيقول لي ايه؟ نيو سمبل فوليوم ونيو سبانك ونيو ايه؟ ستريبت ونيو ميرور. تمام كده؟ طيب لو انا دوست هنا دي هو هنا دي ظهرت ليه؟ اللي هي الرايت كليك دي عشان انا اوريدي عندي هاردين تانيين. تمام؟ طيب لو انا شلت كده الهارد ده عايزين ندلته او نعمل له ديسيبل، ده هيبقى صعب كده، ده برضه نعمل له ديسيبل. لو خدت بالكم هتلاقوا دول ايه؟ دم مخفيين. ليه مخفيين؟ لان انا اصلا كده ما عنديش غير هارد واحد، ودول اصلا اوتوماتيك بيشتغلوا على ايه؟ واكثر من هارد. طيب تعالوا بقى ايه نجرب الاول نيو سمبل فوليوم دي، ما فيش اي مشكله زيها زي اللي قبلها. نيو سمبل فوليوم نيكست، المساحه بتاعتها مثلا هدي لها ايه؟ 1024 ماونت
تمام كده مفيش اي مشكله. ده بيزك صح؟ كونفرت تو دايناميك. اوكي كونفرت. هنا لو خدنا بالنا هيوريه not be able to start and install operating system from a single. يعني مش هقدر ان انا اسطب اي operating system على ايه؟ على دايناميك كده خلاص. يعني لو حد كده في مره اتحول فكر يعني لو عمل على الهارد ديسك بتاعه وحول دايناميك كده بس بالغلط كده خلاص ممكن نسخه اصلا ما تقومش بعد كده. طب عايز يعوم فلاش اي يعوم بوت او ينزل نسخه كده خلاص. طب ايه الحل؟ حل تفك الهارد بتاع حضرتك تصبر على اللاب فك الهارد وتركبه على هارد تاني وتحوله لايه؟ ل ام بي ار او جي بي تي. طبعا هيتفرج فكرت تاني للداتا على ايه؟ لازم الواحد يبقى مركز في شغله. شغلنا بالذات لازم انت تبقى مركز في كل حاجه، ما ينفعش لو انت مقلق شايف نفسك مش مركز ومش هتقدر تشتغل كويس، لا عايز اخد بريك اشرب كافي. الشغل اللي انت هتعمله عشان الخطوه اللي حاجه زي كده ممكن تبوظ الدنيا كلها. هنا تيست لما بقى تبقى شغال على شركه مثلا شركه والداتا بيز بتاعتها ضخمه والغلطه هتودي الدنيا كلها في داهيه مليارات بقى وملايين وكده. لا لا مفيش ولا اي حاجه. ما انا زي ما انا قلت لك كده دلوقتي انا عندي انا محتاج مساحه مثلا 10 تيرا حلو كده والماكسيموم بتاعي في الهارد ديسك مثلا موجود 2 تيرا مثلا. خلينا هو طبعا في احنا كان في تقريبا 4 و6 وفي ما اعرفش 10 لا المهم يعني انا عندي 2 تيرا فالهارد كله على بعضه 2 تيرا فانا عايز وعندي كميه داتا بيز 10 تيرا احطها ازاي على اون بارتيشن؟ ان البرامج اللي هي الاوركل مثلا او السيرفر او كده بيشتغلوا على ايه؟ الداتا بيز بتبقى في مكان واحد في بارتيشن واحد واخد بالك؟ فانا بحط دلوقتي الخمس هاردات مع بعض واقوم اعمل بقى اي خصيه اللي احنا قلنا عليهم السريب او السبارت او ايه السبنت او الامير المجتمعنا بحيث ان انا امرج الخمس هاردات دول في بارتيشن واحد مش في ارض واحد في بارتيشن واحد. نعم بالظبط كده. هنشوف دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي. فانا اقول له حوله لي الدايناميك. شفت كده ايه؟ حتى علامه كده مميزه لون مميز تمام. طيب عايز بقى انا هنا سبانيت قلنا سبانيت ايه؟ حد فاكر؟ طيب اكتر من هارد ديسك اكتر من هارد ديسك باخد منها مساحات مش شرط تكون متصلح ويخليها لي ايه؟ بارتيشن واحد. طب اديت عليها بتيجي خطوه خطوه ازاي؟ حط من الاول لحد الاخر عكس ايه؟ عكس الاستاذ. يعني مثلا انا واخد من الهارد الاولاني 2 جيجا والهارد الثاني 2 جيجا بعمل 2 جيجا الاولين بعد كده اروح الثاني عمل الستريب ستريب اللي هو 10 واحد بالظبط كده واحد واحد تمام. حتى بيقول لك حد بيلعب على كده وحط ايه الفايلات مثلا على او عامل البارتيشن ستريب تلاقي اللي هو ايه 10 عشوائي تمام كده. لو اسفل ان شاء الله ان شاء الله يكون شغال. ان شاء الله شغال. عارف انتوا هتخرجوا هنا تي طبعا احنا خلاص خلاص ايه؟ طيب نشغل في الدايناميك بعد بريك تمام. الميرور ده وظيفته هو باك اب تمام. ده الوظيفه اللي هو المهمه بتاعته. ليه بنقول كده؟ لان انا دلوقتي شغلت الهاردين دول بص الهارد ديسك الاولاني والتاني انا دلوقتي هحط الداتا بتاعتي فين؟ على الهارد ديسك الاولاني تمام؟ فعشان احط الهارد ديسك الاولاني مثلا دلوقتي ضرب لو ضرب كده خلاص شغل الداتا كلها راح. فانت لو انت في شركه وبيها داتا بيز وبيها الكلام ده كله الهارد الاولاني ده راح انتوا يعني عايزين ممكن يتربط فيها. ده اقل حاجه. ليه؟ لان المفروض الداتا بيتاخد منها باك اب بكذا طريقه. الميرور ده من ضمنها يعني من ضمنها مثلا زيرو. ده هنسمع الريد هناخدها في السيرفر ان شاء الله قدام شويه. بس الريد ده ايه؟ الميرور ده اهم حاجه مثلا بالنسبه للباك اب الاول. لما انت بتاخد باك اب ايه؟ عفريت سوفت وير تاني سبورت مثلا او تبع الويندوز سيستم نفسه او بتاخد باك اب من الداتا بيز بتاعتك على او من الداتا عموما على هارد اكسترنال لازم تكون معملها كده. لما انت بيبقى عندك سيرفر تاني اصلا عليه نفس الداتا غير الداتا اللي على نفس الارض مش فاهم قصدي؟ بالظبط لازم تبقى ايه معمل بس ايه احسن واحد بتاع الويندوز ولا بتاع الميرور؟ الميرور ده بتاع الاوبريتنج سيستم
بالظبط. بس النقطه معينه على النقطه معينه مش طالعه صح كده؟ بمعنى نقطتين يعني مثلا عايز اخش معايا نص كنت برامج وقلت انا حلو هعمل بكره دلوقتي نزلت الداتا وعملت كل حاجه ما نسبقش موضوع هنتكلم عن الرقم قدام شويه يعني حته نتكلم عن الرقم صح؟ طبعا طيب نعم هنطبق دلوقتي الثلاث ايه الاربع طرق اللي احنا قلنا عليهم بعد كده ايه هنشد شويه يعني احنا الاول ايه جربنا نيو سمبل فوليوم ده اللي اتاكد عشان ايه سريعا نجرب الموضوع الدايناميك. طيب انا عايز اعمل نيو سمبل فوليوم دي ما فيش اي مشكله الكل مركز معايا نيو سمبل فوليوم نيكست خليها ايه 100 ميجا مش عايز اكتر من كده ولا لسه نيكست انتر الموضوع فيه اي مشكله يا جماعه فورمات انت بس الموضوع ما فيش اي مشكله فينش تمام كده. طيب انتوا خدتوا بالكم دلوقتي ان الهارد بقى عامل ازاي؟ خدتوا بالكم انتوا هنا مكتوب ايه؟ طب ليه؟ ده انا لسه عامله دايناميك من شويه صح؟ هو الهارد ديسك اوتوماتيك الهارد ديسك اوتوماتيك لو هو دايناميك وانا فرمته او شلت يعني شلت اللي عندي الفوليومز انت مش جاي لي الحته الطبيعيه هو جاي اصلا من بره بيزك هي مش فاهم بتركبه بيزك فبيرجع بقى الاصل فاهم بس. طب انا خلاص هرجع هنا كونفرت ايه تو دايناميك هارد ديسك الاولاني كونفرت تمام كده مش هتعرف تنزل اي اوبريتنج سيستم انا خلص انا بجرب على فيرتشوال. طيب ده الحاجه الاولانيه الطريقه الحاجه الثانيه يو اي اكسباند فوليوم مع شفا هنجرب بقى ايه هنا الجزء اللي انت بتتكلم عليه رايت كليك نيو اكسباند فوليوم نيكست انا هنا ده ايه سلكت ده اللي انا بروح عليه الهارد ديسك اللي انا واقف عليه. طيب الهارد ديسك الثاني اهو فمايله ايه عادي انا بقى عايز مساحه من ده كام ومن ده كام عايز من الاولاني احنا مش عايزين نزود بقى ايه 100 ميجا او خليها ايه 100 ميجا هرتز زي الفل ومن الثاني كام 50 تمام كده نيكست عايز تخلي ايه درايفر الليتر بتاعك افرمته بس هنا دي يعني هنا متعلمك 150 ميجا بس الحمد لله اصلا نفس بس عشان دايناميك واخد بالك هو ان تي اف اس بس خدت بالك من الحته دي. طيب هنا دلوقتي انا المفروض ايه خلاص انا خدت الاثنين بارتيشن بتوعي الاثنين هارد ديسك وحددت من الهارد ديسك الاولاني 100 ميجا ثانيه 100 ميجا والهارد ديسك الثاني 50 ارجعها تاني طبيعتها ماشي اما ايه هيقول له نيكست نيكست هنا المفروض ايه انا ممكن افرمت 32 ده ممكن افرمت 16 كمان ل 150 ميجا لو جيت وقفت هنا مفيش اصلا غير ايه غير ان تي اس بقول له ايه نيكست فينش نعم بس خليك صاحي بس بص بقى ايه اللي حصل هنا 99 ميجا اللي هي المكرة 100 واللي نزلتها واحد خدت بالك وهنا ايه ودي 50 ميجا تمام؟ طيب انا مش عامل كمبيوتر ايه ده كله؟ تعالى بقى ايه دي احنا مش عايزين السيستم ريزيرفد صح؟ عشان الناس ما تطلبهاش ماشي وده كده خلاص بسم الله بس نمسك ده خليه ما فيهوش مشكلة ده ماشي ده بقى ايه؟ ده احنا هو اللي يتفرش خدت بالك خدت بالك كده شايفين الرقم 150 179 انا عملتها 99 ميجا و50 ميجا تمام كده؟ يبقى كده ايه؟ الاسبان مش شرط الانسحاب يكون متساوي. نيجي للحاجه الاخيره ايه؟ الاستريب الاخير
نكست. انا عندي هنا الهارد ديسك الاولاني فاضل منه 59 والتاني تقريبا نفس الكلام. كلام صدفه حلوه يعني. لا اه التاني فاضل ده 59 و80 وده ايه 59 95 واخد بالك. هضيف انا كده الهارد ديسك التاني اد انا كده عندي ايه هاردين هطبق عليهم الايه الاستريب. الاولاني انا المفروض هديله كام؟ هديله 5 جيجا 5000. بص عمل ايه؟ انا معلم انا راح سوى اوتوماتيك علم على الاثنين وداني 5000. نكست نكست نفس الكلام ما ينفعش غير كي اف اس. نكست فينش تمام كده. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي بارتيشن مساحته 10 جيجا. حلو؟ انا نفتح بقى كده ليه كده بس كنا سميناها ايه؟ كان مساحته واضحه كام؟ احنا ما عملناش 10 جيجا بالظبط، احنا عملنا 5000. يعني مش 10 في مش 5 في 24. المهم ان التوتال بتاعهم كام؟ يعني 9 جيجا وشويه. تمام كده؟ وضحت؟ في اي مشاكل لحد هنا؟ الحاجه الاخيره بقى الميرور نكست نفس الكلام. اد انا هنا هديله كام؟ هديله 20 جيجا عشان تبقى مختلفه شويه. او خليها عندي 50 اكتر من 50 ماشي. خليها 50 جيجا 50 كده ماشي. 50000 مش 50 جيجا بالظبط. انتوا الاول شفتوا خدتوا بالكم عمل ايه؟ نفس الكلام نكست نكست فينش. عمل ايه بقى؟ خد يعني خد المساحه اللي انا حددتها اللي هي 50000 ميجا بايت. خش بقى على ماي كمبيوتر ثانيه واحده. لسه بيعمل فورماتنج. خد الاتش هفتح الاتش من هنا كده في ريبورتس. مساحته قد ايه؟ 48. اليوزر اللي فوق دي 90 ميجا تقريبا او حاجه اللي هو الفايل بتاع البارتيشن. خدتوا بالكم؟ انا بديله واخد 50 50 من الاولاني و 50 من الثاني وفي الاخر الثاني كام؟ لان هو ال 50 يعتبر 50 بس واحد بس بالظبط. طب احنا عايزين نعرف الكلام ده بقى على فين؟ يعني الكلام ده صح ولا غلط؟ نعمل حاجه بسيطه كده هنا رايت كليك نيو فولدر نسميه واحد مثلا نيو فولدر ثاني. تمام كده انا عندي ايه؟ عندي اثنين نيو فولدر صح؟ ارجع بقى هنا وميل وايه؟ مش همسح ده. شايف انت هنا ريموف الميرور انا همسحه من تعالي كده. لا انا عايز تمسح البارتيشن من النوم واحد واحد مش على اساس مثلا بعد كده موجود بنفس الفرق صح ولا لا؟ بص انا ار يو ريموف تو يس على شيك ميرور. خلاص انا كده شلت الميرور صح كده. اجي بقى هنا بعد ايه ده اتش دخل كام؟ دخل اف. الاتش اهو في الفايلين اللي احنا اتكلمنا لهم عليه ده اللي هو اللي كان في الاول خالص هدينا. تمام تمام نخش على الاتش على الاف. ايه ده بقى؟ بس لو ما سبتش اي واحد فيهم لازم اروح معاهم. لا اي واحد فيهم. نفس الاولاني.
اي واحد فيهم انت ما بتعرفش بالظبط كده. جيت اعمل ميرور ايه عندي اتفرجت على حوالي الدايناميك عملنا يعني واحد فيهم موفاين عملنا التاني صح كده رياكتيف ديسك التالي ده احنا اصلا ضايفين كام هارد ديسك؟ عملنا ميرور ظهر التالي عملت ميرور عملت اتنين ميرور مع بعض بعد كده مش التالي بس احنا كده لجينا الميرور ثانيه بس ده كده تتظبط تاني ترجع بس الاولاني ايه اوف لاين زي كده شايفين هنا كده وده ايه نجربها تاني Thank you.
ممتاز. نسمع كده معايا كده نعمل كده حلو نكست نكست كده بقى ايه كده خلاص عملنا ايه اديه اهو لسه من هو في الفورمات تمام كده كده اللي هو لف المساحة بتاعتها زي ما احنا قلنا اللي هي دي 60 جيجا بكريب بقى الفولدرز هنعمل اولاني اوف لاين تمام كده الاولاني اوف لاين هنكون النهارده مش موجود هكيني فصل عليه باور خلاص كده بس متهنج او بتاخد وقت بيحصل فيها مشكله ان انا ايه لما ارجعها مره ثانيه كده بس هنا بيقول لي ايه تشيك ديسك كده في مثلا بيعتبر النهارده حلقه اتحرق فانا ساعتها ممكن اضطر اضيف هارد ديسك ثاني واعمل ايه؟ نرجع مع الهارد الجديد حد عنده سؤال في الجزء ده؟ انا عندي فعلا بتقول لي اتنين جرام بس مش شايف الوقت مسحت واحد ولا عملت ايه؟ انا لسه هارد ديسك حلو دخلت على واحد عملت كذا ديفولت تمام تمام انا عملت اخش على التاني ولا مش؟ بخش على التاني ازاي؟ يعني انا كنت عادي التاني مش موجود اصلا ما بيظهرش يبقى فاضي يعني؟ ما بيبقاش موجود ما بيظهرش اصلا تمام بص تاني نضيف هارد ديسك تاني ركز معاك في الحته دي من الاول كده سريعا يعني هندلت دول اللي احنا كنا عاملينهم هندلت ده كمان اوكي بس هضيف هاردين الميرور بيتعمل على ايه؟ على هاردين بس العرض الاولاني العرض الثاني سوري بيبقى نص العرض الاولاني لو العرض الاولاني اتحرق انا عملت له اوف لاين يعني كده ايه؟ قلت له خلاص خرج الحساب فاوتوماتيك العرض الثاني هو اللي بيشتغل الداتا اللي انت بتشوفها جوه دي بس التسلا بقى كم بارتيشن هو بارتيشن واحد انت لغيت الاوف لاين ولا لغيت ايه؟ ما انت انا كنت لغيت الاوف لاين انت كده لغيت الاوف لاين صح؟ ده انا قصدي لغيت الميرور نفسه مش لغيت الواي مش لغيت اه عملت الميرور لا لا ما تلغيش الميرور انت بتعمل واحد اوف لاين لكنك كده خلاص بوظت يعني بس بوظت تمام كده؟ استريب بص ثانية واحدة شايفة كده الشاشة قدامك كويس انت فاهمة الأول الاسباند دي خلاص فاهمها الاسباند دي فاهمها تاني واحدة طب بتعمل ايه؟ مش من اتنين بارتيشن من اتنين من أكتر من هارد ديسك مش من اتنين هارد من أكتر من هارد ديسك تمام كده؟ بتعمل بتجمعهم في بارتيشن واحد يعني دلوقتي عندي ثلاثة هارد ديسك الاولاني واخد منه 2 جيجا والتاني 2 مثلا والتالت 1 بتخلي مساحه البارتيشن بتاعي واحد بتعمل له بارتيشن مساحته 5 جيجا تمام كده؟ طب اللي هي اللي بعدها على طول اللي هي الستريبت دي بتعمل ايه؟ عندي 3 هارد ديسك لازم اخد من الاولاني 2 والتاني 2 والتالت 2 تمام كده؟ طيب الاخيره اللي هي الميرور دي بتعمل ايه؟ الهارد الاولاني بيبقى مثلا 100 جيجا الهارد التاني بيكون 100 جيجا مثلا يعني او البارتيشن 100 جيجا البارتيشن التاني في الميرور بيبقى برضه 100 جيجا بيظهر لي قدام عيني 100 جيجا بس اللي هو ايه بارتيشن واحد طب البارتيشن التاني فين؟ البارتيشن التاني اصلا مش موجود قدام انا بس بياخد كل الفايلات اللي هي بتتعامل مع البارتيشن الاولاني اللي هو ظهر قدامي بيتنسخ اوتوماتيك للايه للبارتيشن التاني بالظبط في حال ان الهارد الاولاني اتحرق او حصل فيه كارثه اللي بيحصل التاني اوتوماتيك بيبقى شغال قدامك شفت كده التاني بيبقى شغال قدامك على طول
انا صار في حاجه معاك؟ في ال في التست اللي بقى ايه؟ واحدة ماشي. حد ليه سؤال في الجزء ده؟ لو انا عامل جنب لو عامل حاجه تاني دوت لو عامل مرضيه لازم اخلي كلها بارتيشن صح كده؟ ولا مش لازم؟ تاني كده؟ يعني مثلا انا كريت هارد جي حلو 60 جي تمام بس زي ما هو لسه قال لك لسه ما عملتوش بارتيشن لسه ما عملتوش بارتيشن ولا مش لازم؟ لا مش لازم مش لازم انت اصلا مش لازم تعمل بارتيشن دلوقتي تعمل رايت كليك نيو ميلود اكنك انت بتعمل نيو سيمبل فوليوم انت بتعمل نيو ميلود طيب الجزء اللي هو ايه احنا طبعا اتكلمنا على السي ام دي سريعا صح كده الناس عرفت ازاي تستخدم السي ام دي بس في حاجات بسيطه جدا بس تمام السي ام دي وظيفتها ايه زي ما قلت بدل ما انا اتعامل عمر معايا السي ام دي وظيفتها ان انا بدل ما انا اتعامل بالجي او اي اللي هو بالماوس والكيبورد وكده والحركه والجرافيك زي ما انتم شايفين بتعامل عن طريق ايه عن طريق السي ام دي انا اقدر افتح فايلز اقدر ان انا مثلا على سبيل المثال مثلا احنا نزلنا نسخه هنا وعايز اعرف ايه اسم الجهاز بتاعي ايه مثلا يعني فبكتب ايه هوستنير فقال لي ايه خدت بالك من الظاهر ده اسم الماشين بتاعك تمام اسم الجهاز نفسه ACC داش عمر لو جيت فتحت هنا كده رايت كليك روبرتس هتلاقي ايه كمبيوتر نيم اي سي سي تمام طيب امال ليه بقى مسمي الاسم ايه مصطفى ايه مصطفى اسم اليوزر نفسه مش اسم المصطفى اليوزر اللي على المصطفى بالظبط كده هنتكلم عن اليوزر دي قدام شويه ان شاء الله تمام طيب عايزين حاجه كده سريعه هنتكلم عنها قدام بالتفصيل لو عايز اعرف موضوع الاي بي اللي عندي على الجهاز وايه والماك ادرس والكلام ده كله بعمل ايه اي بي كونفج تمام سلاش او ده كوماند بسيط يعني احنا هي صعوبة بيقول لي استخدمنا كوماند واحد بس او كوماند واحد بس عشان بقى تعرف الكوماند انت كده كده عموما في وانت شغال في شغلك عمرك ما تقول ايه هنا او في التاب والكلام ده كله بس في على مايكروسوفت نفسها في التك نت بتاعها الخاص بيها هتلاقي ان كل حرف اصلا كاتبه مثلا حرف الايه تحتها الكوماند بتاعته وحرف السي تحتها الكوماند كمية كوماند بالظبط كده زي كمية كوماند حلوه ممكن ان شاء الله المره الجايه بجيب لكم اللينك بتاعه فكروني بس يعني تمام طيب ما بتحفظش الحاجات اللي انت بتستخدمها في شغلك يعني موضوع هاي بيكون في الدماغ انا مثلا محتاجه ضروري انا محتاجه فاهم فعشان اعرف مثلا الماك ادرس انا اعرف الكلام ده قدام الاي بي الكلام ده كله مثلا بسم الله زي ما انا قلت لك ايه بنفتح مثلا ايه بدل ما تستخدم الرام بتستخدم السي ام دي عايزين مثلا ايه نعرف امكانيات الجهاز كوماند تاني اهو بكتب ايه سيستم مش امكانيات الجهاز سوري دوت اي اكس اي ده بيعرفني مثلا النسخه بتاعتي دي اخر مره بتتطور منها يعني النسخه دي اصلا انا نزلتها يوم كام تعرفني بعض الديتيلز ايه عن النسخه نفسها ده من ضمن الكومنت ايه اللي احنا ممكن نستخدمه بس هنا عندي بقى ممكن اجرب هنا بكتب في الرام دي اكس دي اي اي جي دي اكس دي يجيب لك تاريخ النسخه انا مش تقريبا ما اعتقدش ان تاريخ النسخه من امتى يعني بص هنا مثلا النسخه دي نازله من امتى ثانية واحدة 31 لا استحالة ايوه صح 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 انا افتكرت على النسخة بتاعتك لا دي مثلا النسخة بتاعتي انا سجلوا الكومنت ده الحاجات دي مهمة ما تعتمدش ان هي مسجلة في الفيديو اكتب انفو هاي ان انفو مثلا النسخه الحلوه دي من 7 من 31/7/2016 والله كويس لا مش بعيد تمام عايزين نفتح ديكس دياج اللي انت بتقول عليها عشان الناس تشوفها بدل ما تفتحها مثلا من هنا بس من الرام ده ولا من السي ام دي؟ ما انا قلت لك السي ام دي انت ممكن دي كل حاجه خاصه بالجهاز انت فاهم قصدي؟ بدل ما تكتبه في الرام ممكن تكتبه في السي ام دي اصلا بالظبط كده ديكس دياج دي اكس دي صح
بس كده طلع ما جبش تليفون مثلا انا دي بس كل الجهاز جهاز ما عدا الهارد ما عدا الفيجا دي والرامات والرسوم مش كلها مش كل الجهاز في ما عدا الفيجا ما تقدرش تجيبها لا هتجيب البلاي فوق انا فاكر ان في نقطه كده مهمه تقريبا البروسيسور لا البروسيسور مش بيجيب لي كام ميجا مش بيجيب لي الكاش بتاعه ما قلتليش البروسيسور الكاش بتاعه كام فين كم ميجا بقى 2.10 لا كم ميجا الكاش بتاعه قد ايه دي بقى النقطة دي المهمة فاهم قصدي بس لو عايز تجيب له ميجا البرنامج اللي انا قلت لك اللي انا قلت لك ده هو اللي شغال تمام حد عنده اي سؤال في الجزء ده دي من البرامج دي حاجات السيستم نفسه في الجهاز نفسه يعني السيستم انبوت ده بستدعيه عن طريق ايه الكود بتاعه الكود بتاعه تمام بيجيب لي الحاجات اللي شفتها هي في النص اكسيدياج دي في سوفت وير كنت انا وريته لهم المره اللي فاتت تقريبا لا الموضوع مش صعب يعني عشان تحوله عربي انجليزي وترجع واخد بالك ده كام كاش بتاعه اول حاجه لان طبعا الفلاشة اللي اضيفها على النتورك يبقى الجهاز عندي ايه المفروض الجهاز عندي ايه بعد كده بقى البرامج اللي انا ممكن احتاجها ايه البروجرام اللي عندي زي مثلا اللي هو الدوت نت ده مهم جدا اللي هو بيرمي ملفات الدي ال ال ايه عندي في السي الدوت نت 3.5 ده خاص بالديفلوبر اكتر واخد بالك بس لا ده سوفت وير المفروض مثلا بتسطله بعد نسخه بيرمي ملفات الدي ال ال مثلا في بعض البرامج او بعض الحاجات الالعاب او كده عموما يعني تكون شغاله يقول لك في فايل دوت دي ال ال ناقص فترجع تعمل سيرش على الانترنت عشان تنزل داونلود لايه؟ للفايل ده فانت بتعمل ده يعني بتسطب على طول ايه؟ الدوت نت مثلا 4 او 5 من 10 وبيختصر عليك حاجات كتير جدا تمام؟ او البرامج طبعا انتوا بتستخدموها الادوبي عشان البي دي اف والادوبي تمام والفلاش بلاير عشان بالنسبه للناس اللي هي بتصفح مثلا والحاجات اللي هي خاصه بالفلاش والكلام ده بس لو انا مش كلها الحاجات دي كلها موجوده لا طبعا مين اللي قال الكلام ده انت النسخه دي نازله كود مفيش فيها اي شغل فاهم قصدي انت دلوقتي بتتعامل شغال في شركه انا بتكلم على جهاز هتلاقي شركه منزله ويندوز 10 وبتفتح البي دي اف معاها زي الفل وبتفتح ممكن تفتح بعض ملفات الوورد مثلا على الاكسل واخد بالك او على حسب الملفات اللي هي فاصله ايوه الله ينور عليك وهتلاقي شركه انت شغال ب اكس بي او شغال 7 ولسه فانت بتظبط الحاجات اللي انت محتاجها بالظبط كده حد عنده مشكله لحد كده؟ الموضوع سهل البيت لوج حد سمع عنه؟ بالظبط كده سريعا كده البيت لوكر ده وظيفته ده سكيورتي للايه للبارتيشن لاي بارتيشن عندك تمام كده ده وظيفته ايه ان انا بعمل في ناس بقى بتقعد تدور على باسورد ازاي اعمل البارتيشن بتاع الباسورد الكلام اللي احنا بنشوفه ده كله لان اصلا ان هو موجود في النسخه عندي بالظبط بقفل البارتيشن بس البارتيشن لو اتقفل وحضرتك نسيت الباسورد خلاص كده شكرا اعتقد ان حتى لو انت نزلت نسخه مش هتعرف تفتح البارتيشن في الغالب طب لو عملنا باسورد جرب هي الحقيقه غير شويه تجارب جرب خلاص ماشي جرب طب نعمل بقى البيت لوكر ازاي؟ ده كنا مفرمطينه ثانية واحدة الأول رايت كليك تيرن اون بيت لوكر خدتوا بالكم عملت ايه؟ طيب نروح الاول نعمل ايه بارتيشن كده الناس شايفه كده الاول كويس تمام لو قلنا في كذا طريقه عشان افتح بيها ايه تسك مانجمنت تمام
اساسي مانجمنت. تغيير مش لازم من الكوماند لاين. خدتوا بالكم الفتحه ازاي؟ رايت كليك مانج ديس مانجمنت. طيب هرجع هنا نضيف ده يوصل بالفاليو نيكست نيكست. ماشي الفورمات ده انتي فاس ناخد زي ما قلت ده فات من 30 عشان احنا نجرب مش احنا جينا نجرب نعمل بارتيشن جوه بارتيشن لوجيكال ما عرفوش اصلا خدت بالك من الحته دي بس عشان الناس تشوف يعني ان هو لازم يبقى ايه الكونديشن بتاعه ان هو يبقى انتي فاس والبارتيشن او الفولدر ايه فاضي الفولدر فاضي اهو ولا لازم نقرب يعني تمام خلاص احنا عرضنا خلاص يعني ان شاء الله رايت كليك على البارتيشن في هنا ايه تيرن اون بيت لوك يوز ا باسورد ادي له باسورد ايه ده انا عايز اعمل الباسورد بتاع ال طب الباسورد بتاع ال ديجيتال ماستر لا لا ده كده بص بقى هنا قال لي ايه doesn't meet minimum length requirement فاكرين الباسورد الكومبلكس اللي احنا كتبناه هنا على تمام انا هنا كاتب من 1 ل 6 تمام تعالوا بقى نجرب نكتب الباسورد ايه اللي هو الكومبلكس ده باسورد باسورد هيعدي هو ايه بقلب جامد تمام حرف وقات وكلمه هو حاجه كومبلكس اه يعني هو اسم كده كومبلكس فاهم قصدي تمام سيف ريكفري كي انت المفروض ان هو ايه في حاله ان انت نسيت حضرتك الباسورد خلاص كده شكرا هو بيدي لك ايه عايز تسيف ولا برنت طب لو سيبه تسيبه فين؟ اكيد مش في نفس البارتيشن اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا بالظبط بص وين ديس كومبلكس يعني هو حتى هو هنا بص بيديني ايه؟ راجل نايم دلوقتي وخلاص فاصل كده زي عمر وايه؟ ويديني هاف فهسيب هسيب فين الكي بتاعي كده وظيفته ايه؟ لو انا نسيت الباسورد حبيت اعمل ايه ريكفري دي او افتح البارتيشن فبرجع لايه بشاور على كده فانا دلوقتي ايه جيت سيفت الكي فين على الديسك توب يعني النسخه وقعت شكرا كده اصلا البارتيشن راح مني خلاص مش عارف افتح وهو هنا طلع لي كده رساله بيقول لي يعني انت خلي انت صاحي هتنزل هتحط الكي على الديسك توب او على الايه على الكمبيوتر نفسه اصلا ده انت ممكن مثلا سايبه على فلاشه على هارد ديسك كلاود على الانترنت فاهم قصدي ده لو يعني لو كان موضوع مهم قوي بالنسبه لك بس كده خلاص سايب انا نصحتك وانت حر صرت ايه انكريبشن بس الهارد ايه البارتيشن سوري ما فيهوش عليه ده انت فتلاقي الموضوع صعب شويه في اي مشكله كده اللي يجرب حاجه زي كده يجربها يعني ايه عارفيه ايه اللي عنده استعداد ياخد الريسك طيب على ما ده يخلص هنتكلم عن الباك اب سريعا كده الباك اب ده وظيفته ايه زي ما انا قلت لكم ان احنا بنعمل من نفسنا على قد ما نقدر انت المفروض شغال اي تي مش شغال ايه مش شغال اي وظيفه ثانيه الاي تي بقى ده المفروض ماسك كل حاجه في الشركه يعني ايه يعني لو في نقطه راحت من جوه ملف هتسال انت عليها واخد بالك يعني حتى لو الراجل قاعد وغلط مثلا فيها او كده ممكن ابسط لو واحد حرامي واخد بالك وغير في الحسابات عايز انت ترجع للكلام ده وعايز توصل الحاجات دي اعمل ايه؟ هتعرف تجيب فاهم قصدي؟ ازاي؟ في طرق كتير جدا. احنا اتكلمنا عن الفات 32 والفات 16 والان تي اف اس. هنتكلم بالتفصيل في موضوع الشير ان شاء الله لما نيجي نتكلم في موضوع النتورك والشير عن المزايا بتاعت الان تي اف اس من ضمنها ان انت مثلا ازاي تعمل نفسك واخد بالك وتعمل ايه؟ شادو كوبي والكلام ده. ده ان شاء الله هناخدها قدام. لكن هنتكلم بقى مثلا عن الداتا عموما اللي على النسخه والهارد ديسك. في حاجه هنا اسمها سيستم بروتكشن. سيستم بروتكشن دي وظيفتها انت دلوقتي عمر كان ايه بينزل الفي ام وير صحيح وانت بتنزل الفي ام المفروض ايه حصل مثلا الدنيا عندك هنيجت ما اشتغلش على الجهاز بوظ الفايلات وهي هتضطر تسقط نسخه بحالها عشان ايه عشان ارجع من الاخر ارجع من الاول والاخر ايه اسقط نسخه من جديد عشان انضفها وايه وارجع انزل نسخه اسقط البرنامج من جديد صح كده حالا كل ما اجي اسقط كل مره كل برنامج اجي اسقطه هقع في نفس المشكله
او اجي اسطب تعريف في بعض التعريفات تبقى اصلا مش كومباتبل مع الجهاز، تقوم جابري الشاشه الزرقاء. عارفين طبعا ما حدش شاف الشاشه الزرقاء. تمام، طبعا اعمل ايه عشان اعمل نفس الحاجه زي كده؟ لان طبعا لو النسخه اتضربت اه ممكن ترجع تاني مفيش مشكله، مش هنقول حاجه، ولكن بتبقى مش زي ايه بنفس الكفاءه بتاعتها. حلو. طيب السيستم بروتكشن دي بقى وظيفتها ايه؟ وظيفه السيستم بروتكشن ان انا باخد زي شفت السناب شوت اللي هي بتاعه الفي وي، باخد نسخه اخر حاجه النسخه اللي الويندوز كان عليها مثلا دلوقتي، باخد منها نسخه على الجهاز على السي نفسه، باخد من السي من حد الويندوز نفسه اللي ايه بعمله زي السناب شوت. بعد كده مثلا بنزل البرنامج او بنزل التعريف بتاعي، والله الدنيا مشيت كويس خلاص، حصل دروب او لقيت نفسي الدنيا عايز ارجع اعمل التعريف ده، برجع ايه؟ برجع تاني. احنا خدنا الابديت بتاع التعريف لما احنا جينا نعمل تعريف وحصل مثلا في مشكله، بعمل ايه؟ روت ليبل. تمام كده؟ لكن هنا ده مثلا في تعريف انا ما عملتلوش ابديت، ده انا نزلت سطبت اصلا تعريف يعني جديد وفي مشكله، دي بقى هتحلها. طب دي نعملها ازاي؟ هو الكمبيوتر الفورتس. تمام كده كله شايفينها؟ شايفين انتوا ايه؟ سيستم بروتكشن. احنا قلنا ديفايس مانجر ريموت سيتنج دي مش دلوقتي، سيستم ايه؟ بروتكشن. طيب هو هنا اوتوماتيك ايه؟ شغال على السي. تمام كده؟ زي ما انا قلت لكم وظيفتها ان انا دلوقتي عملت حاجه عايز ارجع باك. شايفين انتوا هنا سيستم ستور؟ خش عليها. وكده بقى بيعمل ايه؟ نيكست. كده بيشوف لي السيستم بتاعي اخر عمليه كانت عندي امتى؟ النهارده كام؟ 2/4. ده اخر ايه؟ اخر زي سناب شوت هو واخدها النهارده اوتوماتيك، ده كده اوتوماتيك. تمام كده؟ بص بقى، اولا هشوف هنا اهي، شايف انت دي؟ شو مور ايه؟ ريستور بوينتس. ظهر لي ايه؟ ظهر لي الانستول في ام وير تولز، مش دي اللي احنا سطبناها المره اللي فاتت؟ تمام كده؟ وظهر لي ايه كمان؟ وظهر لي هنا اللون مصدي. يعني كل ما اعمل حاجه باخد منها زي بس بعد فتره الحاجات دي ما بتبقاش موجوده. يعني الموضوع الريستور بوينت دي بتبقى مثلا ايه؟ ليها تايم معين. بالظبط. حسب المساحه بتاعتك. عدد ولا وقت؟ الاثنين. مش عدد، وقت. واخد بقى يعني ممكن اعمل دلوقتي مثلا كذا ايه؟ كذا ريستور بوينت. هعملها اوريك ازاي؟ انا بتكلم ده سيستم عملها اوتوماتيك. طب انا عايز اعمل بقى ريستور بوينت دلوقتي قبل المسطر ده انا هعمله. كريت. عشان انا فوق هنا عملت سيستم معايا. دلوقتي بقى انا هكاري حاجه هسميها بايه؟ هسميها مثلا بتاريخ النهارده 2/4/2016 مسافه تاني عشان ايه؟ تبقى حاجه مميزه. بيرلا كورس مثلا. انتر. على ما يكريت هنا نرجع نشوف كده، شايفين شكل البارتيشن بقى حلو ازاي؟ هاجي افتح بقى كده البارتيشن بتاعي. المفروض اصلا ما كنتش شايف ثانية. لا هو كده المفروض مقفول. بس كده ايه اوتوماتيك. لا ثانية واحدة. طيب خلينا ايه نرستره ونرجع ايه. كروس. ماشي كده. ماشي خلينا دلوقتي هنا دي سيستم ريستور بوينت ايه؟ كريم. تعالى بقى نرجع لها كده نشوف سيستم ريستور نيكست. ده ايه؟ ده لسه كريم دلوقتي. لو دوست نيكست فينش. لو احنا مثلا عملنا مثلا الجهاز مثلا في فولدر في اي مكان بعد كده عملنا ريستور الكلام ده بيتصير كده. انت خدت بالك هنا دي معموله على ايه؟ الاول بص بس دي كده، لو قلت فينش هيعمل مع نفسه ريستارت للجهاز وايه؟ هيعمل لي ريستور على بالظبط. هنكنسل بقى كده. شايف هنا دي معمول على ايه؟ على السيستم اللي هي على السي. لو انت لو كنت كريت حاجه في السي او لو كنت عملت حاجه في السي خلاص كده السي بس يعني السي بس. بالظبط. طب انا دلوقتي عايز اكريت في ايه؟ على الاف. عايز اعملها على الاف. يبقى بقى نفس الكلام بالظبط.
حملات مش مرتبطه بالسي بس مرتبطه باي بارتيشن حسب ما انا حددت الكونفيجريشن بقى بتاعتها. خلينا الاول على السي كونفيجريشن. هنا ايه؟ احنا فين؟ مش انت بس اللي فصلت. هو هنا بيقول لك ايه؟ سيستم سيتنج ايه؟ اوف بريفيوس فيرجن اوف فايلز. هنا بص محدد له المساحه قد ايه؟ لا جيجا ونص. دول اللي هو الكلاس يوزج اللي احنا بنستخدمه. اما هنا ايه؟ محدد له 3% اللي هي ايه؟ جيجا وربع مثلا. تمام؟ من مساحه الايه؟ البارتيشن نفسه. يعني يعمل ستور في الثلاثه اللي في الهارد ديسك دول بالظبط. يتنقل له المساحه وعمله البيت. الله ينور عليك. بص ايه دي مساحه البارتيشن نفسه. ممكن انا اديله نص المساحه مثلا. ممكن اديله اقل من كده. بالظبط. خلاص احنا قربنا نخلص. بسم الله. فاضل زي الكيل ليها على الديسكتوب. يا الله. كده كده فاضل الايه اخر حاجه اللي هي اللي هنا دي هتبقى المرة الجاية إن شاء الله كده في الأول قبل ما نبتدي نفتح. تمام كده؟ لا الكام محاضرة اللي جاية دول اللي هما التلات محاضرة تقريبا الجايين مش هنحتاجه أوي يعني. بعد كده بقى إن شاء الله إيه؟ هنحتاجه على طول. أه. أنت بقى في الشغل تيجي على هنا حاجة زي الفل. حد عنده اي سؤال او اي استفسار لحضرتك؟ الموضوع سهل بس حاجه لذيذه. تمام؟ طبق الكلام ده هتلاقي الموضوع معاك سهل. الجزء الخاص بالدايناميك انتوا هتطبقوه ان شاء الله لما تروحوا. هو معاك لحد ايه؟ اليوم الثلاث. لو في اي مشكله انا معاك قبل ما نبتدي مفيش مشكله. عايزكم تتعودوا ان ايه لما حد فيكم يقابله ايرور معاه حد يعمله ايرور اللي هو ايه يبتدي يسيرش يبتدي يخش يدور الايرور ده رقمه كام يحل وحله ايه. تمام كده؟ المفروض ده اوتوماتيك قدام شويه ربنا يكرمكم هتلاقي نفسك ايه والله انا عندي مشكله فلانيه تحاول تقرا الايرور اللي موجود انت مش عارف طبيعي ممكن ما تبقاش عارف حله. فاهم قصدي؟ ممكن تبقى شغال بقالك 20 سنه ويظهر لك ايرور ما شفتوش اصلا في حياتك قبل كده. طب وايه الحل؟ اخش اعمل سيرش عشان اوصله. تمام كده؟ هو في الباسورد بتاعي باسورد نفعني بس هو لازم يكون ميكس. ممكن اعمل يعني في اوبشن احنا خلينا نعرف اللي عايز نسال ارقام بس لو اسمه بس. خليني اقول لك البيت لوكر هنا انا ما جربتش ايه ان انا اغير الباسورد اخليه عادي مش عادي والكلام ده خد بالك. لكن بالنسبه لليوزر عموما لما ان شاء الله نشتغل في موضوع الدومين والسيرفرات وكده لما تيجي تعمل اليوزر هيقول لك اجباري ايه لازم كومبلكس. انا دلوقتي شغال في الشركه مثلا واحد دي شغال يعني راجل كبير مش عارف بقى يكتب حروف وشيفت والكلام ده عايز يكتب رقم عادي مش عايز يعمل باسورد الكلام ده كله بنقدر نغيره بسهوله واخد بالك. تمام كده يعني كده نلوك المهم عشان في لعبه عباره عن برامج اللي انا هتكلم دلوقتي باسورد اسهل بكتير لو يديني حاجه بسهوله اللي انت عايزها ممكن بس ده امان بطريقه حلوه يعني. المفروض لو نصطادته خلاص كده بيعمل تاني مش فاكر. طب انت كده لغيته ولا عملت ايه؟ انا كده فتحته لو عاوز تغيره تعمل ايه ممكن تصور ده بالظبط كده.
وليه اوبشنز من جوه، هنبقى ايه ممكن نكملها برده المره الجايه عشان الناس اللي بره دول ايه. تمام. المهم انتوا عارفوا ايه فايده بيت لوكر ايه؟ حد عنده استفسار في اي حاجه النهارده؟ كله تمام؟ الماتيريال؟ طيب يعني هنتكلم معاك في الموضوع ده ان شاء الله. ال البار بوينت اللي انا شغال منها هتاخدوها مثلا بي دي اف، واخد بالك؟ اه يعني هتاخدها زي الفل. مش اصل هي في الاول وفي الاخر. اه بس ايه تاني؟ مش واثقين فيها. لا لا مش واثقين، مش واثقين فيكم، ده طبيعي يعني. طبعا لو انتوا بقى السورسات اللي انتوا محتاجينها دي برضو بتاخدوها كده يعني. الايزو والبرامج اللي انتوا هتاخدوها. لو معاك ايه مساحه ولا حاجه. طب بصي خليها المره الجايه عشان نسيب، عشان حرام يعني. بصي جيم شويه لكن فاهم بصراحه.